والمحتوى المفبرك. أثار انتباهي كذلك تصريح لمدير منظمة الصحة العالمية، يعني قال فيه أنه نحن لا نحارب فقط جائحة كورونا، إنما نحارب جائحة من نوع ثاني، هي جائحة المحتوى المضلل أو الأخبار الكاذبة أو الأخبار المفبركة. فسأحاول فضل عرض أن يعني أسلط الضوء. هل صوتي مسموع؟ مسموع وواضح. تمام. مش عارف العرض مش عايز يمشي. هو بدايو؟ هو بدايو؟ العرض يعني أنا شايفة الصورة واضحة والصوت بتاع حياتك واضح. صحيح. وصورة الوزيرة منورة. تمام. مش عارف العرض عمل عندي بلوك. يعني حضرتك مش شايفه عندك؟ لا مش عايز يتحرك، لا يطلع ولا ينزل. طيب ممكن نعمل ستوب شيرينج، نرجع نجرب من جديد. تمام. انا هعمل ستوب شير. غريب. يعني مش عايز حتى يعمل ستوب شير. نحن معنا ما عاد شايفينه، يعني صار ستوب. طيب مالي اللابتوب فيه حاجة ولا ايه؟ لا بنجرب بعد مرة، ما مش الحال بفتحه من عندي وبمشي مع اشارتك. طيب افتحه من عندك يا ريت يا استاذة فاتي. يلا تمام، ثواني. طيب. بس واضحة الصورة عندكم؟ اسأل بس الزملاء. واضحة. تمام. فأنا كنت وصلت للجانب الخاص بلماذا انتشرت الأخبار الكذبة في زمن كورونا. أنا في تقديري أن هناك مجموعة من الأسباب، أهمها أن مشاعر الخوف تسيطر في زمن الأزمات، يعني في زمن الأزمات والحروب واللي يكون فيها يعني تدفق للمعلومات، تسيطر مشاعر الخوف على الناس. وكلنا نتذكر مثلا الأيام الأولى، كلنا نريد أن نعرف لماذا ينتشر الفيروس، ما هي أعراضه، هل يتشابه مع الإنفلونزا. فمشاعر الخوف تدعونا أن نبحث عن المعلومات ونصدق تقريبا كل شيء، وهذا هنا يستثمر يعني أصحاب المحتوى الكاذب في وسائل التواصل. أيضا من الأسباب التي أراها وجيهة في هذا الموضوع أنه صناع المحتوى الطبي المتخصص على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هناك ضعف. يعني لو قارناه مثلا بصناعة المحتوى الترفيهي هناك فرق كبير. فصناعة هذا المحتوى الطبي المتخصص اللي مبني على علم ومبني على معلومات علمية ضعيف، فهذا تسبب أنه مجموعة من المعلومات المغلوطة الغير العلمية الغير طبية انتشرت على مواقع التواصل وأحدثت تأثيرا كبيرا. أيضا أرى أن تراجع قيمة الصحافة العلمية في البلدان العربية بالخصوص كان سبب رئيسي. وأنا هنا أحيي يعني مبادرة معهد الجزيرة في العدد الأخير لمجلة الصحافة اللي خصصوا للصحافة العلمية وأهميتها خصوصا في زمن الأزمات الصحية كانتشار جائحة كورونا. أنتقل لعنصر آخر، هو يكمل ما تحدث عنه الأستاذ عنود. إحنا في وحدة رصد والتحقق في الجزيرة يعني واجهنا الكثير من المحتوى، فحاولت يعني أن أضعه تقريبا في أربع مستويات.
المستوى الأول هو المحتوى الكاذب، وهو المحتوى اللي لا يوجد فيه أي عنصر صحة. وأنا جبت هذا النموذج، يعني لو شفته قناة العربية ما شاء الله تنشر خبر أو صورة ماذا تقول؟ فيروس كورونا بعد تكبيره هي 2600 مرة تحت المجهر، ووضعت صورة. للأسف أن هذه الصورة لا علاقة لها بفيروس كورونا، وأصلاً فيروس كورونا من الناحية الطبية هو لا يرى بالعين المجردة. وفيروس هو ليس حشرة ولا بكتيريا ولا أي حاجة. ف يعني قناة كبيرة وطاقم صحفي وقع في خطأ كبير كهذا الخطأ. أيضاً مستوى ثاني من المحتوى الذي انتشر في جائحة كورونا هو المحتوى المضلل. المحتوى المضلل هو محتوى فيه جانب من الصحة، لكن المصدر الذي نقله يعني أدخل عليه بعض التضليل وبعض الكذب للإثارة، للحصول على الكليكس أو النقرات وما إلى ذلك. أنا جبت هذا النموذج من صفحة جزائرية. ماذا يقول؟ يقول أنه خلاص الروس يعني عملوا لقاح لكورونا. طبعا هذا الصفحة، هذا البوست يعني قبل ما يعلن روسيا أنه أنتجوا لقاح لكورونا. فأنتوا لو شفتوا مثلا أبشروا بنهاية وباء كورونا، رسميا لقاح روسي ناجح وجاهز وستقوم بتسويقه قبل 10 غشت. الآن نحن في 19 غشت أغسطس وليس هناك تسويق للقاح. فهنا هو فعلا وزير الصحة الروسي قام بتصريحات، لكنه لم يقل هذا الكلام، ولم يقل بأن اللقاح جاهز، ولم يقل بأن التسويق سيكون في قبل 10 أغسطس. فهنا المحتوى يعني فيه جزء من الحقيقة، لكن المصدر الذي نقله يعني أدخل عليه عناصر التضليل. المستوى الثالث من المحتوى الكذب اللي انتشر في زمن الجائحة هو السخرية. أنا هنا يعني جبت مثلاً نموذج وزيرة الصحة المصرية تقول أن الشيشة ليمون بالنعناع تساعد على قتل الفيروس. طبعاً هو خبر ساخر وواضح أنه سخرية، ولكن نشره دون توضيح أنه سخرية ودون توضيح أنه، حتى لو شفتوا الصورة يعني صورة الوزيرة واليوم السابع ووزارة الصحة والسكان، تعطيه يعني للإنسان الغير الملم بالإعلام وبصناعة الإعلام سيعتقد أن الموضوع صحيح، وربما يتعاطى الشيشة حتى يعني يشفى من الفيروس. المستوى الأخير اللي رصدته ونحن يعني نغطي فيروس كورونا هي الخرافات، وانتشرت بشكل هائل. وأنا جبت نموذجين تقريبا من أكثر النماذج اللي كانت لها شهرة في موقع التواصل. مثلا هذه إعلامية مصرية تقول أنه علاج فيروس كورونا بالشاي، يعني المصريين عندهم مناعة وبالشاي ممكن نحارب كورونا، هذا في الأيام الأولى للفيروس. مثل هذه الخرافات انتشرت بشكل كبير، مثلا أن الفياجرا يعالج كورونا، أن أعشاب معينة تعالج كورونا، وكما قالت الأستاذ عنود أن هذا انتشار مثل هذه الخرافات أودى بحياة أشخاص، ويعني عقد الوضع الصحي لمجموعة من الحالات، وهذه مشكلة كبيرة. لذلك يمكن أن نطلق عليها مثلا أزمة أو جائحة المعلومات المضللة، لأنها تصل لمستوى الجائحة. طبعا أيضا من بين الأمور اللي أنا رصدتها في هذه الفترة أن الصحفيين عندهم نقص، أو خلينا نقول يعني عدم تمايز بين المصطلحات. زملائنا في شبكة الصحفيين الدوليين وضع مجموعة من المصطلحات العلمية دقيقة للتمييز بينها في التغطية الصحفية، من بينها مثلا التفشي أو الأوت بريك. لا يصح مثلا للصحفي أن يقول تفشي فيروس كورونا مثلا في ضاحية أو في قرية فيها 5 حالات أو حالتين، هذا ليس تفشي، يعني هذا مبالغة. يعني التفشي يعني الانتشار السريع لحالة إصابة بمرض أو فيروس في منطقة معينة. فمثلا لما نتحدث عن ووهان، الموضوع وصل للتفشي، يمكن أن نقول أنه تفشي، وهي أيضا مركز الوباء.
من بين المصطلحات التي يجب كذلك أن نميز بينها هي معنى الوباء أو الإبيديميك. الوباء يعني في البداية كنا نسميه وباء كورونا، في مرحلة مقبلة كنا نسميه الجائحة. لازم أن نعرف لماذا سمي الوباء في البداية ولا لماذا سمي الجائحة. بحسب منظمة الأمم المتحدة الفيروس ينتقل العديد من الناس والعديد من المجتمعات في نفس الوقت، لكن الجائحة مستوى يعني أرفع، وهو تسمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية على كورونا، والمعنى الصحيح بتاع أنه انتشر رسميا عبر مناطق جغرافية كبيرة في القارات الخمس. أيضا هناك خلط يعني لاحظته في التغطية الصحفية بين اللقاح وبين الدواء، وهذا أمر جوهري. اللقاح ليس هو الدواء، والدواء ليس هو اللقاح. اللقاح هو مستحضر بيولوجي وظيفته المناعة، يعطي المناعة تجاه مرض معين من بينها فيروس كورونا لو توصلنا مثلا للقاح. في حين الدواء مثلا الأدوية اللي كانت منتشرة في الفترة الأخيرة الكلوروكين هو دواء ليس لقاح، دواء يساعد في التخفيف من الأعراض في علاج بعض أعراض المرض، وهو طبعا ليس يعني لا يصل لدرجة اللقاح الذي يبني مناعة للجسم. أنتقل أيضا لهذه بعض القواعد التي أرى أنها مهمة حينما يتعامل الصحفي أو الإعلامي مع أخبار جائحة كورونا أو فيروس كورونا. أنا أرى أن أولها أن تترك التحيزات جانبا. ماذا أعني بذلك؟ يعني إن كنت من الناس الذين يصدقون أو يؤمنون بنظرية المؤامرة، فعلى الأغلب أو على الأرجح يعني لن تطرح تساؤلات حول صحة بعض المحتوى. فلذلك إن كنت صحفياً، إن كنت تؤمن بأن هذا الوباء يعني هو مؤامرة، فعلى الأغلب يعني لن تشكك في فيديو معين وقع أمامك، لن تشكك في محتوى، لن تشكك في معلومات. فالأحسن لك أن تترك تحيزاتك وقناعاتك التي ترى أنها يعني لا تقبل الشك أثناء التعامل مع التغطية مع التغطية الوباء. أيضا دائما ابحث عن مصدر المعلومات المضللة وتكلم عنها. يعني لو قناة معينة نشرت خبر زائف عن كورونا، اكتب أنه نشرت وصحح لها وعلى العلن، يعني وأعمل الإشهار بها حتى تكون عبرة للوسائل الإعلام الثانية وتكون عبرة للمصادر الثانية ويستفيد منها الجمهور. أنا أيضاً أرى أن التركيز على المصادر الرسمية مهم في التعامل مع هذا الموضوع. المصادر الرسمية، وسأتي على ذكرها في وقت لاحق من هذا العرض، المصادر الرسمية تعطيك المعلومة الدقيقة والمعلومة العلمية. يعني مثلاً منظمة الصحة العالمية مصدر لا محيد عنه في تغطية كورونا. رابع قاعدة أرى أن الصحفي لازم لا تصدق أي شيء، يعني لا تسلم عقلك لأي معلومة أو لأي شخص أو لأي جهة. دائما أن يشتغل عندك التفكير النقدي والتفكير المنطقي حتى لا تقع في نشر بعض الخرافات وبعض الأخبار الكاذبة اللي أتيناها في سابق. وهنا سأستعرض بعجالة بعض المصادر الموثوقة لتغطية كوفيد 19. أولها مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ولديها موقع إلكتروني، ويمكن الاطلاع لو يعني كنت ملماً باللغة الإنجليزية على الدراسات والأبحاث والأخبار الخاصة بجائحة كورونا. كما قلت سابقاً موقع منظمة الصحة العالمية مهم جداً، وميزة أنه موجود تقريباً بكل لغات الأمم المتحدة. هناك موقع أيضاً اسمه ميدلاين بلس، يقدم معلومات هامة من المكتب الوطني الأمريكي للطب. فيه الموقع الـ NHS البريطاني أو موقع الخدمات الصحية الوطنية أو مراكز الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا، أيضا موقع موثوق وله مصداقية. الـ FDA إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طبعا معروفة ومشهورة. هناك موقع اسمه إيتاكا، هي مكتبة علمية فيها الأبحاث وفيها الدراسات حول وباء كورونا، ويمكن الاعتماد عليها في نقل الأخبار. يعني الجزء الثاني من المصادر الموثوقة لتغطية كوفيد، هناك مجلة اسمها الطب التجريبي، توفر يعني كل ما هو جديد في علم المناعة والأعصاب والبيولوجيا والفيروس والتجربة بما في ذلك كوفيد 19.
أيضا الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا تقدم أكاديمية الطب هذه مجموعة من المقالات والتوصيات حول الفيروس. وأخيرا المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومديره طبعا أصبح شخصية شهيرة في الإعلام في الأشهر الأخيرة أنطونيو فاوتشي. هذا المعهد يطور الأبحاث والتشخيصات، وكانت عنده تجربة مع السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وهو أبحاثه تساهم في فهم الفيروس والآلية والعلاج واللقاحات الممكن. هذه مراجع أرى أنه من المهم للصحفي أن يطلع عليها من وقت لآخر ليستأنس بها في التغطية الصحفية. الآن أنتقل إلى بعض الأدوات، يعني ليست كل الأدوات بس بعض الأدوات اللي ستساعد الصحفي، فأرى أن من الممكن للزملاء أن يسجلوها يعني لو معهم ورقة وقلم. أول هذه الأدوات هي أداة اسمها التاين آي، هي أداة للتحقق من الصور، مشهورة جدا، يمكنكم تحميلها. أهميتها أنها يعني تستخدم تقنية التعرف على الصور بدل كلمة مفتاحية، فإذا كان جوجل إيميجز اللي أنا سأتطرق له في وقت لاحق يعني يشتغل بالكلمة المفتاحية، هذا يشتغل بتقنية التعرف على الصور يعني من خلال ملامح الظاهر على الصورة. أداة أخرى نستخدمها في التحقق من الصورة هي فايند إكسيف، الحمد لله أنها أداة مجانية. أهمية هذه الأداة أنها تقدم لك الإكسيف داتا، أو يعني متى صورت هذه الصورة من أي هاتف أو من أي جهاز، يقدم لك أيضا بعض خصائص الصورة، أحيانا المكان لو صاحب الصورة مثلا فتح اللوكيشن، لو فتح اللوكيشن في التليفون بتاعه فهذه الصورة ممكن أن تعطيك المكان الذي صورت فيه الصورة. الأستاذة عنود في العرض بتاعها عرضت بعض الصور يعني المفبركة أو التي أدخل عليها عناصر جديدة. هذه الأداة الثالثة الرابعة فوتو فورنزيك، مهمة جدا، وظيفتها أنها لما تدخل عليها صورة ممنتجة أو صورة أدخلت عليها عناصر فوتوشوب تتعرف عليها، تتعرف على الجانب الأصلي من الصورة والجانب المضاف على الصورة. أيضا تقدم نفس الخدمة التي تقدمها فايند إكسيف، وهي بيانة الصورة أين التقطت من أي جهاز وبعض الخصائص. هناك أيضا تطبيق اسمه فيك إيميج ديتكتر، هو موجود على هواتف أندرويد، يسمح بالتحقق من بيانات إكسيف الخاصة بالصورة، يعني من صور الصورة من أي جهاز في أي مكان. الأداة الأخرى وهذه نستعملها بشكل كبير في غرفة الأخبار اللي هي الإنفيد، وهو إضافة أو إكستنشن موجودة على جوجل كروم ويمكنكم إضافتها. أعتقد أنها هي أداة جامعة، يعني توفر مجموعة من المميزات، نستخدمها في الريفرس ريسيرش أو عملية البحث المعكوس عن الصور، وأيضا المقاطع الفيديو المنشورة على موقع التواصل. من بين الأدوات أيضا منصة تويت ديك، وهي خدمة مقدمة من تويتر، يعني لو كتبت على جوجل تويت ديك هتعطيك الخدمة، يعني وظيفتها هي جمع المعلومات في الأساس، يعني هذا الغاية الرئيسية منها، لكنها تساعد عن البحث عن المعلومات الموثوقة عن كوفيد-19 واستخدمناها كثيرا في غرفة الأخبار. يمكن أيضا الوصول مثلا لمتخصصين، لمجلات طبية وعلمية، لمصادر موثوقة في تغطية كورونا. فيسبوك أيضا يعني رغم أنه مصدر أو وسيلة تساهم في انتشار الأخبار الكذبة، إلا أنه في نفس الوقت تسمح بالبحث عن متخصصين، عن المعلومات الطبية من مصادر طبية لها صفحات على موقع التواصل. فممكن مثلا تبحث بالمنطقة الجغرافية، تبحث بالمسمى الوظيفي للأشخاص، هذا سيساعد الصحفي على الوصول لأطباء ومتخصصين. بخلاصة هذه أبرز الأمور التي أرى أنها مهمة، ولنا موعد في النقاش لأي ملاحظات أخرى أو أي أسئلة أو أي يعني إضافة.
شكرا جزيلا لك أستاذ الحسن. طبعا بعد إذن المدربين يمكن أن نشارك بعض البرزنتيشنز أو العروض التي تم مشاركتها هون. صحيح، لأن يعني هناك عدد كبير من التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها. حسنا، نحن يعني فاتنا الوقت قليلا، ولكن سنفتح مجال أو باب للنقاش لتلقي سؤال أو اثنين، يعني نحاول أن نختصر قدر الإمكان، ولكن أيضا أن نتيح لكم الفرصة للسؤال. أرجوكم أي أحد لديه سؤال يمكن فقط أن يفتح الميكروفون ويطرحه علينا. شكرا جزيلا للأساتذة الكرام، وشكرا ستفاتن. سؤال جدا مهم هو منطقة الشرق الأوسط، تحديدا بلدان العالم الثالث، هي تعاني يعني من افتقار المدارس ورياض الأطفال لإدخال مادة التربية الإعلامية. تدريس هذه المادة ضرورية للطفل. النقطة الثانية، التطبيقات التي تكلم عنها الأستاذ، هذه تطبيقات للمحترفين، وبما أن الفيسبوك هو أحد المصادر الرسمية لنشر الأخبار الشائعة، يعني لماذا لا تكون هنالك أو لماذا لا تتبنى اليونسكو مذكرة تفاهم مع فيسبوك للحد من هذا الانتشار؟ أضف إلى ذلك أنه صحيح تراجع الصحافة العلمية تحديدا في منطقة الشرق الأوسط، لكن هذا لا يعني من خلق مجال جديد من الإعلام يسمى الإعلام الصحي أو الإعلام الطبي، لأنه الأخبار الكاذبة تحولت إلى وباء يعني يوازي مخاطر وباء كورونا في العالم. شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا هناك سؤالين، الأول حول التربية الإعلامية، أحيله لك أستاذ عنود، ومن ثم حول تطبيقات لك أستاذ حسن. هلا شكرا أشرف كثير على السؤال، والسؤال مهم مهم مهم. العالم سابقنا بهذا الموضوع، والعالم عنده طرق توصيل للمبادئ التربية الإعلامية والمعلوماتية للصغار عن طريق ألعاب، وإن شاء الله تتح لنا الفرصة إنه نقدر بهاي البرامج نوصل لكل أطفال العالم العربي، لأنها ممتعة مشوقة، وبنفس الوقت بتوصل الرسائل اللي مهمة لكل طفل، خصوصاً مع تدفق المعلومات. فصحيح اللي أنت بتقوله 100% مهم جداً، وموجود تجارب بالعالم، وإحنا هلا هون بالأردن في عنا أنا عملت مؤسسة اسمها نبض، وهينا عمالنا بنحاول إنه هاي الخبرات نعربها ونضيف عليها كمان من تجربتنا، لأنه إلنا خصوصية بتجربتنا، علشان نقولها للأطفال بكل العالم عن طريق ألعاب، عن طريق تعليم، بكل الطرق المتاحة. شكرا لك أستاذ حسن. السؤال الثاني هو يعني جزء منه نحن يمكن ربما لا نملك جواب عنه، لأن يعني نتحدث باسم اليونسكو بشكل أساسي حول المشاريع، ولكن السؤال أيضا متعلق بالصحافة العلمية. صحيح. هو صحيح أنه بعض التطبيقات اللي أنا عرضتها ربما موجهة أكثر للمتخصصين وللصحفيين وللفاكت شيكرز، لكن هذا لا يمنع أن الجمهور العادي يطلع عليها وتكون له معرفة بها. يعني هي لا تحتاج إلى يعني تقنية عالية، هي يعني سهلة في التعامل. لكن كلامك صحيح أنه هناك مشكلة في التعامل مع فيسبوك، خصوصا لأنه هو الوسيلة الإعلام تقريبا وسيلة الإعلام التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارا في العالم. في المنطقة العربية بالتأكيد هناك مشكل أخبار كاذبة، وليست هناك مؤسسات تدقيق الأخبار، لكن هناك تجربة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أن فيسبوك قام بعمل شراكة مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية الرصينة، خصصت فرق لتدقيق معلومات على فيسبوك، فكلما وجدوا أن هناك فيديو أو معلومة غير دقيقة أو غير صحيحة يعملوا لها تحت أنه هذا المحتوى تم التحقق منه وثبت أنه فيك أو ثبت أنه خارج عن السياق أو ثبت أنه خرافة أو كذا. فيسبوك هو الآن يعني حسب علمي هناك محاولات ليعمم التجربة في الشرق الأوسط، لكن المشكلة أنه ليس هناك مؤسسات يعني لديها فرق محترفة أو فرق يعني يمكن الوثوق بها
يعني اللي يعمل شراكة معها للتحقق من المحتوى على في على فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هناك بعض المحاولات الآن في العالم العربي يعني بدأت تأخذ طريقها في هذا المجال. نحن أيضا في الجزيرة يعني أسسنا هذا الفريق وحدة الرصد والتحقق، هو بالخصوص موجه للمنصات للجزيرة، يعني أن نتحقق من المحتوى ونزود به منصة الجزيرة حتى لا تقع في الخطأ. لكن هناك تجارب أيضا موجهة للجمهور تتلمس طريقها، صحيح أنه لم تصل بعد إلى مستوى الاحتراف ومستوى اللي وصل له يعني منظمات التحقق من الأخبار في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن البداية مشجعة، وأرى أنه في السنوات القادمة سيكون هناك برنامج لفيسبوك ويدرس هذا الموضوع، برنامج أو يسمى برنامج الطرف الثالث للتحقق من الأخبار، يعني هو يوقع معك اتفاقية شراكة تتابع المحتوى على فيسبوك وتتحقق منه، ويكون نوع من التعاون، يعني هو يوفر لك الخبرة والتقنية وأنت توفر المحتوى، وهكذا يعني يساهم الطرفان المؤسسات وفيسبوك في الحد من المحتوى الزائف. هو طبعاً لن يكون هناك وقف تام للمحتوى لأن انتشاره أكثر من قدرتنا وأكثر من قدرة المؤسسة الإعلامية، لكن على الأقل سيكون هناك حد للانتشار. وأنا بس كان ليا تعقيب في موضوع إن الشرق الأوسط الناس بتشير وبس، لا يعني لما دونالد ترامب طلع قال على الكلوروكين إن هو فعال وبتاع، حصل نفس المشكلة في أمريكا وناس جريت تشتريه أو تاخدوه من غير سبب. صحيح. فده مش مشكلة الشرق الأوسط بس يعني. أنا عشان بس ما نبقاش بنذبح في نفسنا يعني. لا. هي it's a global issue، يعني هو مشكل عالمي. وهي مشكلة الشرق الأوسط، هي لو في مشكلة فعلا هنقولها إن ما فيش ديسك أخبار علمية في القنوات إيفن الجزيرة. أوكي يعني أنا بشتغل من مصر في الجزيرة نت، يعني كده ده بدأ بالضبط من سنة، وأنا كنت بدور على ساينس جورناليزم من 5 سنين. ما فيش وقت ما اتخرجت يا جماعة يقولوا لا ما فيش التايتل ده أصلا، ما فيش صحفي علمي أساسا. أنا معاك فدي بصراحة يعني ده يقع على الأكتاف كده وعنق المديرين صراحة. ربنا هو المشكل أسيا. لو سمحت معلش يا فاتن اقفلي انت عليا، فاتن انت عندك الهوست تقدر تقفلي المايك. طيب انا عملت استاذ حسن، ممكن تفتح المايكروفون من عندك؟ تفضل استاذ الحسن. المايك يا استاذ الحسن حضرتك افتحه. استاذ الحسن لو سمحت ممكن تفتح المايكروفون. يبدو انه في عطل او في مشكله لان كمان الصوره اختفت. ننتظر شوي قبل ما استاذ الحسن عم تسمعنا؟ طب حابه اعلق شغله صغيره قبل ما الاستاذ الحسن يكون معنا. تفضلي. ممكن اطرح سؤال؟ عفوا تفضل. نحن يعني للأسف الشديد فاتنا الوقت بأشوار وبدنا نفتح الجلسة الأخرى، ولكن نتيح الفرصة للأستاذ حسن يجاوب على السؤال الأخير. والأكيد أنه سنزودكم بإيميلات المدربين ويمكنكم التواصل معهم بشكل مباشر لعرض الأسئلة. نعتذر ولكن أيضا نتيح الفرصة للجلسات الأخرى والجدول اللي يمشي بوقته. تفضل أستاذ حسن. صحيح. أنا أرد بس على يعني الملاحظة اللي أثارتها أستاذ آسيا، أنه فعلاً هو مشكلة مؤسسات ومشكلة جمهور. أيضاً المؤسسة تقول لك أنا سأعمل ديسك يعني للصحافة الطبية، لكن هل سأضمن الجمهور؟ أنت عارف أن الجمهور العربي ما شاء الله يحب الترفيه، يحب المحتوى الترفيهي، فهناك أزمة جمهور وهناك أزمة محتوى، يعني الاثنين لا يمكن نحمل المسؤولية للمؤسسة وحدها ولا للجمهور وحده، فهي أزمة مشتركة.
بخصوص المؤسسة، بخصوص يعني التحقق من المحتوى الطبي فعلا في العالم العربي، هناك مشكلة، والمؤسسات الصحفية مطالبة يعني بالتدخل وإيجاد حل، وهذه أزمة كورونا خير دليل على ذلك، وربما تكون مشجع للمؤسسات الإعلامية يعني لتأسيس فرق وديسكات لهذا الأمر. هو كمان في طرف ثالث على فكرة، عفوا يعني خلاص سوري يعني حقك علي، ولكن يجب أن ننظر في الجلسات الأخرى، ولكن هذا النقاش جميل، ربما نحوله أيضا لإيميل مشترك إذا لو ما في مشكلة، ممكن نعمل نقاش مفتوح مكتوب عبر الإيميل، كما قلت سأشارك معكم الإيميلات، ومن يحب أن ينضم لنقاش مكتوب أهلا وسهلا. يعني أعتذر، سأختم الجلسة الأولى أو المحور الأول من هذا الويبينار، أريد أن أشكر جزيل الشكر أستاذ عنود وأيضا أستاذ الحسن على عرضهم الكثيف والغني، وأرحب الآن بالأستاذ أحمد أبو حمد، وهو محرر ومدرب وما شاء الله يعني عدد كبير من الصفات مع معهد الجزيرة للإعلام، ومختص أيضا بمجال حقوق الإنسان وعمل مع عدد من المنظمات الدولية. أستاذ أحمد سوف يتحدث عن السلامة الصحفية أثناء تغطية كوفيد-19. تفضل أستاذ أحمد. تحياتي لكم، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. طيب انا بس راح اعمل شير للبرزنتيشن اللي عندي. اوكي. بشكل عام احنا كصحفيين نوعا ما تفاجأنا زي ما تفاجأ العالم بالكوفيد 19. غالبيتنا ما كان متحضر للفيروس ولا للتعامل مع الفيروس، وانصدمنا في طريقة انتشاره، وبرضو عانينا من ندرة المعلومات اللي كانت عن الفيروس في البداية، وهذا الحكي أثر على سواء طريقة التغطية أو على سلامة الصحفيين اللي تعاملوا مع الفيروس بشكل مباشر خلال بداياته. كان سؤال كتير مهم بالنسبة لعدد كبير من الصحفيين، إنه هل الفيروس أصلاً خطير على الصحفيين أم لا؟ لأنه يعني لسنا ممرضين، لسنا أطباء، غير متواجدين في المستشفيات، لسنا على تماس مباشر مع المرضى وما إلى ذلك. كل هاي الأسئلة كانت تطرح بشكل دائم لما نحكي عن السلامة المتعلقة بالصحفيين للتعامل مع فيروس كورونا. لكن في الواقع تمام، مدى خطورته للفيروس على الصحفيين كانت غير متوقعة. عدد الصحفيين اللي تعرضوا للقتل خلال هاي السنة هو 13 صحفي على مستوى العالم. طبعاً نحكي عن اللي تعرضوا للقتل، يعني الاغتيال أو تعرض للقتل خلال التغطية بمناطق نزاعات أو حروب وما إلى ذلك. لكن عدد الصحفيين اللي توفوا بسبب فيروس كورونا هو 257 صحفي على الأقل في 42 دولة، يعني مش على مستوى العالم. المنظمة اللي تحصر عدد الصحفيين استطاعت أنها تحصرهم في 42 دولة فقط، والمنظمة هي بريس إمبلم كامبين. والرقم لما نشوف الفارق ما بين 13 صحفي تعرضوا للقتل و257 صحفي توفوا بسبب فيروس كورونا، واضح عنا مدى خطورة المرض على الصحفيين. هلا احنا ما بنعرف انه هل هؤلاء الصحفيين حصلوا على المرض او اصيبوا بالمرض بسبب الاشتباك المباشر مع المرضى ولا اثناء التغطية ولا لاسباب اخرى، لكن هذا بيخلينا يعني نكون محتاجين نكون اكثر وعي بطريقة التعامل مع الفيروس بشكل عام. على مستوى المؤسسات، الفيروس خلال يعني خصوصا فترات الحجر وما الى ذلك عمل عبء كبير على غرف الاخبار بالمؤسسات الإعلامية والصحفية، خصوصا انه جزء كبير من الصحفيين كان مضطر انه يكون موجود في البيت، مش قادرين نوصل للميدان، مش قادرين انه نغطي بشكل جيد. هذا الاشي عمل مشاكل كثير كبيرة، برضو أثر على نفسيات الصحفيين اللي تعرضوا للحجر. فكان بالضرورة إحنا بحاجة إنه نلاقي آليات لحتى نتعامل مع الفيروس حتى على مستوى مؤسسات إخبارية. بشكل عام إحنا كصحفيين دائما
لازم نغطي الخبر مش لازم يكون الخبر. عشان هيك بنحاول قدر الإمكان إنه نطور مهاراتنا للتعامل مع الفيروس، نحاول إنه نأمن أنفسنا قدر الإمكان لحتى نكون قادرين على إيصال المعلومة الدقيقة والحقيقية للجمهور اللي محتاج للمعلومة في يعني أمس الظروف حاجة لمثل هيك معلومات. لهيك إحنا هنحكي شوية تفاصيل اليوم متعلقة بكيف إحنا ممكن نحمي أنفسنا من هذا الفيروس لما نشتغل سواء بالميدان أو بالمكاتب. محتاجين بالبداية نفهم طريقة انتشار المرض حتى نستوعب كيف ممكن إحنا نتجنبه. الفيروس بينتمي لعائلة الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي وبينتقل عن طريق الهواء، وبيؤدي انتقال القطيرات الصغيرة اللي بيفرزها الشخص المصاب بكوفيد 19 من أنفه أو من فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم لإصابة الآخرين في حال كانوا ضمن نطاق أو مجال الانتشار لهذه القطيرات. القطيرات نوعا ما وزنها ثقيل نسبيا، ما بتنتقل لمسافة كثير بعيدة، بتسقط سريعا من الهواء. فإذا أنت كنت شخص ضمن مجال الانتشار فأنت معرض أكثر لأنه أنت تصاب بالفيروس، أو إذا لمست أسطح كانت ضمن هذا المجال وبعديها لمست عينك أو أنفك أو أي مجرى ممكن يدخل الفيروس لجسمك، فهاي الطرق اللي هي بشكل عام بينتقل فيها الفيروس لازم نفهمها قبل ما نفكر كيف إحنا بدنا نحمي حالنا. في كثير أسئلة لازم إحنا نسألها لحالنا قبل ما نحكي إحنا مستعدين للعمل مع الفيروس أم لا. الأول إنه هل أنا في فئة عمر معرضة للخطر أصلاً؟ يعني هل أنا فوق 60؟ إذا أنا بفئة عمرية معرضة للخطر خليني أتجنب فكرة إني أنا أصلاً أقترح إني أغطي القضايا المتعلقة بالفيروس خصوصاً ميدانياً. يفترض إنه مؤسستي تستوعب وتتفهم هذا الشيء، لأنه إذا أنت كنت شخص من الفئات المعرضة للخطر فأنت بتعرض حالك لاحتمالية الإصابة والضرر الكبير من الفيروس اللي زي ما شفنا ممكن يصل للموت. برضو بدك تسأل إذا أنت بتعاني من أي من الأمراض الأساسية اللي بتخليك معرض للخطر بشكل أكبر، اللي هي مثل الضغط، السكري، أمراض الكلى، كل الأمراض المزمنة اللي يعني متعلقة بتخفيض مناعة الجسم تجاه هذا الفيروس. برضو بالنسبة للصحفيات النساء الحمل ممكن يأثر، فبدك تسألي نفسك إنه إذا أنت حامل برضو حاولي قدر الإمكان إنه أنت تعتذري عن التغطيات المتعلقة ب الفيروس كورونا. وبرضو السؤال المهم انه انت هل بحالة نفسية بتسمح لك التعامل مع ضغط العمل بقضايا مؤثرة مرهقة نفسيا مثل قضايا فيروس كورونا؟ يعني خصوصا الاشخاص اللي غطوا في مدن تعرضت لحجر صحي وحظر تجول، عارفين قد ايه كان صعب نفسيا التعامل مع التغطيات. منظر المدن لحاله كان مرات مرعب خصوصا لأشخاص متعلقين بمدنهم أو بدولهم. فالموضوع مش سهل نفسيا، وهاي الأسئلة لازم تسألها لحالك وتكون صريح مع نفسك ومع إدارتك لحتى تجنب نفسك أي خطر محتمل للإصابة بالفيروس. على مستوى مكان العمل، إذا أنت كنت بتداوم في مكان المؤسسة تاعتك ما عندها إمكانية إنها تغلق أو إنه تعمل من البيت ومضطر إنك أنت تعمل من البيت، بالضرورة مكان العمل لازم يأخذ شوية إجراءات لحتى يكون مهيأ أكثر لضمان سلامة الصحفيين. بالبداية المؤسسة اللي بتشتغل فيها يفترض أنها تشكل فريق لإدارة الوقاية بالعدوى أو من العدوى بالمنشأة. هذا الفريق لازم يشتغل على أنه يحط خطة متعلقة بشوية إجراءات لازم يتم اتخاذها لزيادة نسبة الأمان والحماية داخل المنشأة، متابعة أوضاع العاملين،
سواء الأوضاع الصحية أو النفسية، التأكد من أنه كل شيء بيصير على ما يرام فيما يتعلق بانتشار العدوى بين الزملاء. بالضرورة لازم يتم توفير التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس بشكل دائم للعاملين. إذا كان في أي تطورات برضو يفترض يتم تزويدها للعاملين. لما نحكي التعليمات والتوجيهات يعني ممكن البروشورز حتى اللي متعلقة بكيف بتغسل إيديك بشكل دقيق تكون موجودة جوا مكان العمل، كيف تستخدم الكحول، كل المعلومات اللي إحنا صارت عنا أساسية أو صارت عنا by default لا يزال مهم إنه إحنا نأكد عليها وإنها تكون موجودة لكل العاملين، لأنه التغافل عنها بلحظة معينة ممكن يسبب إشكالية كثير كبيرة سواء للمؤسسة أو للعامل. من المهم برضو إنه يتم إعادة ترتيب أثاث المكتب بحيث إنه الترتيب الأثاث بيضمن التباعد الاجتماعي قدر الإمكان. غالباً المؤسسات بتحاول أنها تضغط العاملين في مكاتب معينة، خصوصاً غرف الأخبار غالباً بتكون مكتظة، فمن المهم إبعاد المكاتب والكراسي عن بعض وما إلى ذلك بحيث أنه نضمن التباعد الاجتماعي في هاي الأماكن اللي هي مغلقة. وإشكالية أنها مغلقة معناته أنه يعني قدرة الفيروس على الانتشار فيها أسرع وأعلى. برضو من المهم يتم تقسيم أرضية المكان لتوضيح المسافات في مكان العمل. هذا الإشي نادراً ما حدا بيعمله، لكن من المهم أنه ينعمل. بمعنى إذا في عندك مساحة كبيرة معلش قسمها أمتار مربعة حتى كل شخص يكون عارف أنا قدي بيني وبين الشخص اللي قدامي، هل أنا فعلياً واقف على مسافة أمان ولا بدي مثلاً أرجع لوراء أو أقدم معاي مساحة مش معاي مساحة. هاي الشغلات من المهم أنها تضلها في عين الاعتبار مأخوذة ضمن مكان العمل. برضو في اجتماعات التحرير أو الاجتماعات بشكل عام من المهم أنها تنعمل في مساحات واسعة تضمن أكبر نسبة تباعد ممكنة بين العاملين بحيث أنه ما يكون في تلاصق وما يكون في قرب. وهذا الإشي في حال كان في إصابة بيخفف احتمالية انتقالها لا الزملاء. برضو ضمان التهوية الجيدة للمكان، لأنه كل مكان المكان مهوى بشكل جيد كل ما كانت قدرة الفيروس على سواء الاستمرار أو العيش أو الانتشار أقل. ومن المهم أنه المؤسسات تأمن معقمات بشكل كافي في مكان العمل، المعقمات سواء كحول أو مياه وصابون. مهم أنه دائماً يكون في أشياء متعلقة بالنظافة الشخصية للموظفين وسهلة ومتاحة للوصول إليها. مهم أنه نتجنب تجمع العديد من الأشخاص في الغرف الضيقة، وحاولوا قدر الإمكان إذا حسيتوا أنه هاي الغرفة فيها عدد كبير تتجنبوا تكونوا موجودين فيها، دوروا على غرفة أوسع شوي أو دوروا على غرفة أقل ازدحاماً. اعتمدوا على الاجتماعات الرقمية قدر الإمكان حتى لو كنتوا في نفس مكان العمل. الاجتماعات الرقمية عم بتيح لنا أنه إحنا نتواصل بشكل جيد، نسمع بعض، نشارك المعلومات، كل شيء متعلق بالاجتماعات العادية عم نعمله بالاجتماعات الرقمية ببساطة. فمهم أنه إحنا نعتمد عليها أكثر حتى لو كنا موجودين في مكان العمل وكنا محتاجين نجتمع كأعداد كبيرة. ضروري أنه إحنا نتجنب التلامس ما بيننا وبين سواء الزملاء أو برضو حتى الأسطح اللي حوالينا اللي إحنا مش عارفين هل هي نظيفة أو لا، ونضمن برضو أنه إحنا نكون متأكدين أنه هاي الأسطح نظيفة قبل ملامستها حتى مكاتبنا لما نيجي الصبح نتأكد أنها نظيفة مش غلط أنت تمسحها بإيدك. من المهم برضو أنه الواحد يرتدي الكمامات في الأماكن المغلقة. هلا بالضرورة موضوع الكمامة قد لا يساعدك على يعني إنك تحمي نفسك من العدوى، لكنه هو بيساعدك على إنك ما تنقل العدوى في حال كنت مصاب فيها لأشخاص آخرين. فمن المهم إنه أنت تحافظ برضو على سلامة بقية الزملاء. لهيك الواحد بيرتدي كمامة من باب المسؤولية الخاصة على كل شخص والمسؤولية الفردية بعدم
نشر الفيروس لزملائه الآخرين. برضو لما في حال حسيت بأي من الأعراض اطلب العمل من المنزل مباشرة، ما تنتظر لحتى تتأكد بشكل كامل اللي أنت معك كل الأعراض. واحد من الأعراض قد يكون كافي بأنك تكون مصاب بالفيروس. جزء كبير من المصابين بفيروس كورونا ما بيعرف أصلاً أنه هو يصيب بالفيروس، فمهم أنه أنت إذا ظهرت عليك أي من الأعراض تطلب العمل من المنزل. الأشخاص اللي عاملين في قطر أعتقد أنه عملية الفحص سهلة عندكم، أسهل من دول أخرى. يعني مثلاً عندنا بالسويد إذا الواحد بده يعمل فحص لازم يكون فقد القدرة على التنفس، في حين أنه دول ثانية لا، الإجراءات الفحص أسهل. إذا كانت إجراءات الفحص أسهل مش غلط أنه الواحد يفحص لما يكون في عنده أعراض. لكن بشكل عام أول ما تحس بأي من هاي الأعراض ظلك في البيت، ما تخاطر، لأنه أنت مش عم بتخاطر بحياتك، عم بتخاطر بحياة زملاء آخرين. وزي ما حكينا من الممكن أن يكون أحد الزملاء من الفئات المعرضة للخطر، وهذا شيء أنت ما بدك إياه، أنك تكون مسبب بتأثر واحد من الزملاء بالفيروس بشكل سلبي. حاول قدر الإمكان أنك أنت تلتزم بهاي الإجراءات في مكان العمل، وإذا مكان العمل عندك مش عم ياخد هاي الإجراءات حاول أنك برضو تدفعه لأنه يقوم فيها، لأنها مهمة لسلامتك وسلامة بقية الزملاء. على مستوى النصائح الشخصية اللي هي متعلقة فيك أنت كصحفي مش متعلقة بمكان العمل اللي أنت بتشتغل فيه، بالبداية لازم تتأكد كصحفي من إمكانية خروجك من المنزل، وإذا كنت أنت محتاج لتصريح خاص للتنقل خصوصا في فترات حظر التجول. عدد كبير من الدول لما أغلقت عملت إغلاق كامل لكن عملت استثناء للصحفيين. تأكد أنت هل بحاجة أنك تقدم على تصريح صحفيين ولا خلص قادر على الخروج مباشرة. في حال كنت قادر على الخروج مباشرة بدك تتأكد أنك تأخذ معك إثباتك الصحفي، لأنه في حال تم توقيفك بده يتم سؤالك ليش طالع، بدك تثبت أنه أنت صحفي. في شغلة صارت شبه بديهية اللي هي أنه إبقاء علبة المعقم معانا بشكل دائم. طبعا مش كل المعقمات مفيدة بالتعامل مع الفيروس، تذكروا بأنه إذا عم تستخدموا معقمات كحولية نسبة الإيثانول فيها لازم تكون أعلى من 60% ونسبة الإيزوبروبانول لازم تكون أعلى من 70%. برضو تأكدوا من وجود معدات حماية شخصية كافية معك، سواء من أقنعة أو قفازات أو أغطية جسدية عند الضرورة، خصوصا إذا كنتوا رايحين على أماكن فيها تفشي أو انتشار للفيروس، أو إذا رايحين مثلا على مستشفيات أو منشآت طبية. لازم نتأكد كصحفيين من التخلص بشكل صحيح من هاي المعدات بعد ما نستعملها وقبل مغادرة أي موقع أنت فيه وتم استعمال هاي الأدوات فيه، لأنه أنت مش بحاجة أنك تنقل الفيروس معك لمكان آخر عن طريق استعمال هاي المعدات. برضو بدك تحاول تتجنب المصافحة والمعانقة وأي تجمع أو أي تجمهر. مهم تتذكر دائما أنك تغسل إيديك قدر الإمكان قبل ملامسة الوجه. في مشكلة كثير كبيرة بموضوع ملامسة الوجه، بننسى إحنا إنه إحنا لازم نحمي الأماكن اللي ممكن يتسرب فيها الفيروس لجسمنا، وهذا الإشي يعني باي سينس دائما ما بنفكر قبل ما نلمس وجهنا، ولازم نخليه إشي بوعينا ما نعمله باللاوعي. ضروري نضلنا متذكرين إنه مش لازم نلمس وجهنا حتى وإحنا لابسين معدات الحماية، لأنه ما في فائدة إذا ما لابس معدات الحماية الشخصية بس أنت لساتك عم تتواصل مع جسمك ومع وجهك. برضو لازم نتذكر أنه ما نحط إيدينا بجيوبنا قدر الإمكان، لأنه إذا أنت لابس معدات أو أدوات الحماية وحطيت إيدك بجيوبك أنت نقلت الفيروس لملابسك، وبعد ما تخلع معدات الحماية راح ترجع تنقله من ملابسك لجسمك. مهم انه انت تغطي الفم والانف بمنديل عند السعال او العطس،
ولازم تحاول تستخدم الجزء الداخلي من المرفق. ما بعرف هاي الحركة صارت كثير مشهورة بالوطن بالعالم حتى يعني. هاي الطريقة اللي هي مناسبة أكثر حتى من استخدام المنديل في بعض الأحيان، خصوصا إذا أنت يعني مش متاح معك مناديل، هاي أسهل آلية إنه أنت تحمي فيها الأشخاص الآخرين، وبرضه تحمي نفسك من إنه تنقل الفيروس لإيدك وترجع تلامس الأشياء. مهم ترمي المناديل المستعملة في سلة المهملات، ما تنسى إنه هاي قد تكون ناقلة للعدوى لأشخاص آخرين. مهم برضو نتابع الإرشادات المحلية وإرشادات منظمة الصحة العالمية أول بأول، كل يوم عن يوم عم بتزيد معرفة المنظمات والمنظمات الصحية والحكومات بهذا الفيروس، وهذا الإشي بيخلي التعليمات تتطور أول بأول. ومهم قدر الإمكان إنه إحنا نتابعها حتى نشوف إذا في إرشادات جديدة، إذا في أشياء لازم إحنا نأخذها بعين الاعتبار بشكل جديد. وهذا الحكي بيسهل علينا برضو التعامل مع الفيروس، وبيسهل علينا برضو أنه إحنا نطور آليات حمايتنا من الفيروس. مهم برضو أنت كشخص تحط خطة طوارئ في حال كنت بتغطي في منطقة محجورة. خطة الطوارئ متعلقة بأنه في حال تم إغلاق المنطقة بشكل كامل وأنت موجود فيها كصحفي وخلص صار ممنوع على الصحفيين التحرك، فأنت شو بدك تعمل؟ شو الخطوات اللي بدك تأخذها لحتى سواء تطلع من المنطقة بأسرع وقت ممكن أو تأمن حالك بمأوى خلال هاي الفترة؟ مهم أنك تخلي هاي الأشياء في بالك قبل ما تنزل تغطي في الميدان. برضو قبل كل تغطية حاول أنك أو ضروري تشيل الساعة المجوهرات، لأنه هاي الماتيريالز اللي مصنوعة منها بيعيش عليها الفيروس فترة أطول، ويعني قد تكون غير قادر على غسلها أو تعقيمها، وهذا الحكي معناته أنه راح ترجع تلامسها وراح ترجع تنقل الفيروس إليك، على عكس الإيد المجردة اللي سهل تغسلها أو تعقمها. إذا أنت لابس نظارة حاول تنظفها بدقة وبشكل متكرر، سواء بالصابون والمي أو حتى بالمعقمات. اللي لابسين نظارة دائماً بيزبط بيعمل أو بيشلحها، فإنه أسهل إنك تنقل عليها الفيروس. خلي هاي الأشياء في بالك وأنت بتتعامل مع نظارتك اللي هي برضو مثل وجهك، بتتعامل معها نوعاً ما يعني هيك باللاوعي، دائماً بتشلح النظارة وبتلبسها، وهذا إشي كتير مهم تخليه في بالك. بعد كل تغطية ميدانية اغسل الملابس تبعتك في درجة حرارة عالية، اتأكد إنه أنت عم تغسلها بدرجة حرارة عالية، طبعاً بالضرورة مش بس بالمي، مي وصابون، لتتأكد برضو إنه في حال كان في أي نوع من أنواع الفيروسات عليها أنت بتكون هيك عقمتها. برضو حاول تتجنب استخدام الفلوس وانت عم بتغطي، وتأكد من تنظيف بطاقات الائتمان ومحفظتك بشكل دوري. بنحتاج مرات احنا نسحب فلوس، نشتري شيء، بتعرفوا التغطيات يعني ممكن انت تضطر حتى تشتري علبة مي وانت بالميدان. مهم انك انت تحاول تقلل نسبة استخدام الفلوس اكبر قدر ممكن، لانه التعاطي فيها ممكن ينقل الفيروس. وبرضو في حال استخدمت بطاقة الائتمان أو المحفظة وراح ترجعها برضو على ملابسك وانت لابس معدات الحماية، فانت يعني بس نقلت الفيروس أو أجلت يعني دخول الفيروس لجسمك. فحاولوا في بالكم، خلوا هاي النصائح الشخصية أول بأول لأنها حتساعدكم بحماية أنفسكم لما تكونوا موجودين في الميدان. خلال التنقل وإحنا كصحفيين كثيري الحركة خصوصاً الميدانيين منا، من المهم إنه إحنا نحتفظ بسجل الأماكن اللي زرناها والأشخاص اللي تواصلنا معاهم على مدار الأسبوعين الماضيين، على مدار الأسبوعين الماضيين لأنه مدة حضانة الفيروس هي أسبوعين، ف
فقد تكون زرت مكان أنت تعتقد أنه هذا المكان لا يوجد فيه فيروس، لكن بعد أسبوع ظهر بأنه الوباء انتشر فيه بشكل كبير، فهذا يعني أنه أنت قد تكون تعرضت للفيروس وأنت مش عارف. ممكن أشخاص معينين التقيت فيهم برضو وما كانت ظاهرة عليهم أي آثار للإصابة، لكن بعد أسبوعين أو بعد فترة اكتشفت بأنه هم ظهرت عليهم الآثار، وهذا معناه أنه أنت قد تكون انتقلت إليك الإصابة. فمهم أنه إحنا نحتفظ بسجل للأماكن اللي زرناها. أعتقد في قطر في أبليكيشن بيساعدكم على هذا الشيء، لكن في دول أخرى هذا الشيء مش موجود، ومحتاج أنه إحنا كصحفيين نخلي في بالنا أنه على الأقل بس نتذكر وين رحنا وين إجينا. المهم ليساعدنا على نظلنا متأكدين أنه إحنا رحنا أماكن آمنة ورجعنا من أماكن آمنة والتقينا بأشخاص برضو آمنين. بدنا نحط في اعتبارنا وسيلة النقل اللي بدنا نستخدمها للوصول إلى مكان التغطية ومن مكان التغطية. بشكل عام قد تكون مضطر أنه أنت تستخدم وسائل النقل العام، لكن إذا أنت قادر على استخدام وسيلة خاصة بيكون أفضل، بتكون إمكانية يعني احتكاكك بالناس اللي أعدادهم كبيرة أقل، وهذا شيء جيد، وهذا شيء بيقلل من إمكانية أنه أنت تصاب بالفيروس. برضو تجنب استخدام وسائل النقل العام أثناء ساعات الذروة. ما بعرف إذا في مترو بقطر ولا إذا في باصات. بشكل عام بتعاني من ازدحام في ساعات الذروة، غالبية الموظفين رايحين على نفس المكان أو على يعني معبين هاي المحطات في ساعات الدوام، رايحين وراجعين. فأنت حاول قدر الإمكان أنك تأجل تغطياتك لساعات ما فيها ذروة لحتى تتحرك بأريحية إذا استخدمت وسائل النقل العام، لحتى تتحرك بأقل قدر ممكن من الاحتكاك مع الناس. إذا استخدمت وسائل النقل العام وكان لابد من هذا الاستخدام، عقم إيديك بمجرد نزولك من المكان، حاول ما تلمس وجهك بعد ما تنزل إلا يعني بعد ما تتأكد أنك عقمت إيديك. حاول برضو أنك ما تلمس أشياء داخل وسيلة النقل العام، لأنه هذا مكان حتى المقعد اللي أنت جالس عليه قد يكون جلس عليه 50 أو 60 شخص قبلك في خلال يوم واحد، فهذا معناه أنه بدك تضلك ماخذ في عين الاعتبار بأنه هو مش مكان آمن بشكل 100%. عند وصولك لمكان العمل أو للمنزل اغسل إيديك بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل ما تحكي هذه. ضروري أنك تغسل إيديك وتتأكد أنه إيديك انضاف. مهم بالنسبة لنا كصحفيين أنه نخلق علاقة مع المواطنين الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة لحتى نتبادل معهم أكبر قدر ممكن من المعلومات بدون ما نضطر للذهاب للميدان، وهذا الإشي برضو بيخلينا أكثر قدرة على تجنب الإصابة بالفيروس، لأنه قللنا نسبة حركتنا ونسبة اشتباكنا مع الأشخاص خارج إطار الأمان اللي إحنا يعني عاملينه لحالنا. في موضوع التعامل مع الأجهزة والأدوات، وهذا إشي كثير مهم، إحنا كصحفيين نتعامل مع أجهزة كثيرة ونتعامل مع معدات كثيرة. للأسف أطول مدة بيعيش فيها الفيروس على الأسطح هي على البلاستيك وبتمتد لمدة 72 ساعة. لهيك من الضروري الاعتناء بنظافة المعدات المستخدمة بشكل جيد، خصوصاً أنه غالبية المعدات اللي بنستعملها هي بشكل أو بآخر بلاستيك. بدك تغسل إيديك بشكل منتظم بعد استعمال هاي المعدات، وقلل عدد المعدات اللي بتاخذها معك على الميدان. افترض دائماً أنه الأسطح والأدوات اللي أنت عم بتلامسها ملوثة بالفعل، وهذا الحكي بده يخليك أكثر حساسية بطريقة التعامل مع الأدوات والأسطح اللي أنت عم بتلامسها. بدك تستخدم المناديل المعقمة أو قماش مبلل بالكحول لتنظيف المعدات بشكل مبدئي قبل الخروج من المكان اللي أنت غطيت فيه. ما تستخدم بخاخات، لأنه البخاخات ممكن يعني تعطب الأجهزة لأنها أكثر قدرة على الدخول والنفاذ لفتحات الأجهزة. اتأكد من أنه الأدوات اللي عم بتعقمها هي مطفأة حتى ما تتلفها وأنت عم بتعقم فيها.
ما تسمح للرطوبة بالدخول لأي من فتحات الجهاز. تعرفوا الأجهزة غالبيتها اللي بنتعامل معها حساسة، خصوصا مثلا الكاميرات وأدوات التسجيل. عقم المعدات في الميدان قبل العودة إلى المكتب، وفي المكتب بعد العودة برضو عقمها. تأكد من أنه المعدات مشحونة بشكل جيد قبل الذهاب إلى الميدان حتى تخفض نسبة احتمالية تعرض هاي المعدات للتلوث في حال قررت تغير بطارية أو تشحن في الميدان. إذا كنت أنت راغب بالتسجيل مع أحد، حاول أنك تستخدم حامل للميكروفون بحيث أنه يضمن مسافة آمنة للتباعد الاجتماعي، بدل البين مايك أو النيك مايك. بيسهل عليك أنه أنت ما تتواصل مع هذا الشخص. ما تلمس الميكروفون إطلاقاً بعد استعماله إلا لما تعقمه. من المهم برضو نغسل الأغطية الإسفنجية للميكروفونات ونعقمها بمنظف بدرجة حرارة عالية بعد نهاية كل تغطية. الهواتف المحمولة واحدة من المشاكل اللي إحنا ممكن نكون مش واعيين إلها، لأنه هاي الأجهزة بنتعامل معاها زي كأنها جزء من أجسامنا في بعض الأحيان. بنحملها كثير، بنتحرك فيها كثير، بنحطها في جيابنا كثير، بنحطها على الأسطح وما إلى ذلك. مهم إنه إحنا نضل نعقم الهواتف تبعتنا بين الحين والآخر. برضو لما نصور المقابلات في المنشآت الصحية ما نروح مثلا بترايبود، خلينا نحاول نصور باليد، ناخد معنا كاميرا واحدة بنصور باليد وبنرجع، بنقلل نسبة اشتباكنا مع الأسطح في هذا المكان. مهم انه احنا نستخدم برضو عدسات بتساعدنا على الحفاظ على مسافة امان. ما في داعي تاخد عدسات اللي الزوم فيها قليل، خذ عدسات بتساعدك انه انت تكون بعيد وبرضو ماخذ الفريم اللي انت محتاجه في مكان التغطية. وحاول قدر الامكان تستخدم المعدات الوايرلس، لانه كل مكان في اسلاك اكثر كل مكان في ضرورة للتعقيم اكثر. كل هاي المعدات لامست اسطح اكثر، بدك انت تنظفها قبل ما تاخذها. فكل مكان المعدات تبعتك وايرلس كل مكان اسهل عليك انك تتعامل معها. يعني انا اعتذر انه اقول انه معنا بعد بس عدد قليل من الدقائق، انا هحاول استعجل باكبر يعني قدر ممكن. شكرا لك. في المقابلات الصحفيه، واحنا شغلنا قائم جزء كبير منه على المقابلات الصحفيه، بدنا نحاول نتجنب القيام بالمقابلات الصحفية غير الضرورية، خصوصا في المناطق عالية الخطورة مثل المستشفيات ومناطق العزل. من الممكن الاستعاضة عن المقابلات الشخصية بالمقابلات عن طريق الهاتف أو التطبيقات الإلكترونية. وفي حال أنت كنت مضطر بالقيام بالمقابلات بشكل شخصي سواء مع مسؤولين أو مع أفراد، حاول أو أطلب أنك تعمل هاي المقابلات في الخارج مش في مكان مغلق، لأنه هذا الشيء بيقلل نسبة احتمالية انتقال الفيروس. برضو تجنب التقارب الجسدي مع الشخص اللي بترغب مقابلته. لا تدخل وحدات العزل اللي في المستشفيات بقدر الإمكان طبعا. لا تسعى لأنه أنت تقابل مصابين أو مخالطيهم بشكل مباشر، لأنه هذا الشيء ما فيش فيه بطولة نهائيا. ممكن أنك أنت تقابل المصاب عن طريق واحد من الابليكيشنز وذات سيت. مهم نكون حذرين عند استخدام عند آلية الوقوف مع الشخص اللي احنا بنقابله. ما في داعي نقف بشكل مباشر، ممكن نقف بشكل جانبي ونشرح له قبل ما ناخذ هاي الوضعية احنا ليش هيك وقفنا، لانه هذا الحكي بقلل من احتمالية انتقال الفيروس بشكل مباشر، لانه هو بيتحدث لنا بشكل مباشر. في المؤتمرات، جزء كبير من تغطياتنا متعلق بالمؤتمرات الصحفية، وحتى الحكومات بتعتمد بشكل كثير على المؤتمرات خلال هاي الفترة للتعاطي مع الصحفيين. من المهم انه احنا نكون ضمنانين انه احنا جالسين بشكل متباعد عن صحفيين اخرين او عن مسؤولين اخرين. حاول انك انت ما تخلط الميكروفون تبعك بميكروفونات بقية الزملاء، لانه ما بتعرف المايك تبعهم وين كان، كيف تم استعماله قبل هاي التغطية. تجنب برضو انه انت تتلامس مع اي من الصحفيين. احنا
كائنات اجتماعية كصحفيين، لازم نسلم على زملائنا وما إلى ذلك. نحاول نتجنب هاي العادات في المؤتمرات الصحفية. عند الدخول والخروج للقاعات خلينا نحاول أنه نضمن مسافة آمنة سواء بيننا وبين الآخرين وإحنا داخلين أو إحنا خارجين، وهذا الحكي ممكن كممارسة فضلة يلتزم فيه زملاء آخرين لما يشوفوك أنت ملتزم فيه، وهذا شيء كثير مهم. في المستشفيات والمنشآت الصحية حاول قدر الإمكان أنك تتبع تعليمات الطاقم الطبي وارتدي المعدات الواقية الشخصية بشكل صحيح وبترتيب مناسب قبل الدخول إلى منطقة رعاية المرضى. بالعادة الطاقم الطبي راح يساعدك في موضوع الترتيب، لكن إذا ما ساعدوك اسأل حتى هم يساعدوك. لا تعدل المعدات المتعلقة بالوقاية الشخصية لاحقاً وانت عم بتغطي، لانه اي تعديل لها ممكن يعني انتقال الفيروس لاجزاء معينه، وعند خلعها حترجع برضو تلتقط الفيروس. من المهم حمايه المعدات برضو قدر الامكان، ممكن تغلف معداتك بغلاف بلاستيكي سهل الازاله بعدين تعقمها. تجنب وضع المعدات على الارض وخليها دائما مرفوعه عن الاسطح، عشان هيك حكينا بدنا ناخذ معنا اقل عدد ممكن من المعدات، وبدنا نحافظ على مسافة أمان حتى مع الطاقم الطبي. الطاقم الطبي هو أكثر فئة معرضة للإصابة بالمرض ونقله بسبب احتكاكهم مع المرضى بشكل مباشر. أنا هتوقف هون، وبقية القضايا اللي هي إحنا لازم نغطيها ممكن نبعثها للزملاء عبر الإيميل. بكل تأكيد كما قلت سابقاً سيتم مشاركة كل هذه العروض معكم عبر الإيميل، وأيضاً لمن سأل بعد إذن المدربين إيميلات المدربين. أفتح المجال فقط لخمس دقائق لو سمحتم لي لأتلقى سؤال أو بالكثير سؤالين حول هي الأستاذ أحمد حول السلامة سلام الصحفيين أثناء تغطية وباء كورونا. هل لدى أحدكم سؤال؟ حسناً، أشكر أستاذ أحمد أبو حمد على هذا التقديم الغني. نحن يعني سنأخذ استراحة الآن لعشر دقائق كما اتفقنا، الآن الساعة 12:05، نعود عند الساعة 12:00 يعني والربع لنكون مع ندوة الصحافة العلمية مع الدكتور صادق الحمامي. يمكن فقط إغلاق الكاميرا والبقاء هنا أونلاين لمن يرغب بالاستراحة أو الصلاة، فقط 10 دقائق ونعود لنستكمل هذه الجلسة.
عدنا لاستئناف الندوة. هل الجميع هنا؟ أهلا وسهلا بكم من جديد. يعني من الصعب أن أعرف إن عدتم أم لا إذا كان الميكروفون والكاميرا يعني لا يعملون، فممكن لو سمحتم تقديم أي إشارة من أي نوع سواء بالصوت أو بالصورة أنكم هنا. أشرف وصلت رسالتكم. إذا سننتظر دقيقة، ربما البعض ما زال يصلي. إذن أرحب بكم من جديد، لو سمحتم الإشارة بالصوت أو بالصورة أنكم عدتم من الاستراحة. آسيا، هل أنت هنا؟ فايزة، وأيضا وسيم وجنى وخالد وخليفة، هل يمكن لو سمحتم التأكيد أنكم عدتم من الاستراحة؟ موجودين. أهلا وسهلا بكم من جديد. حسنا، كي لا نطيل الانتظار، وصلنا الآن إلى المحور الثالث والأخير من هذه الندوة الإلكترونية. تحدثنا كثيرا عن الصحافة العلمية وعن أهميتها في هذه المرحلة، وسيحدثنا أكثر عن الموضوع الدكتور صادق الحمامي، وهو أستاذ أكاديمي وباحث ومتخصص في مجال الصحافة العلمية. أترك لك الحديث دكتور صادق، أهلا وسهلا بك. مرحبا وشكرا على الدعوة، وشكرا لمنظمي هذه الدورة حول الصحافة في سياق الكوفيد 19. أنا سأتحدث، ومرحبا بالمشاركين أيضا. أنا المحاضرة أو المداخلة التي سأقدمها تتعلق بأدوار الصحافة بشكل عام. لا أدري أن تشوفوا في البرزنتيشن أم لا. واضحة. أوكي، ممتاز ممتاز. إذن المحاضرة تتعلق بالتغطية الإخبارية لجائحة الكوفيد 19 وأدوار الصحافة بشكل عام والصحافة العلمية بشكل خاص. أنا أستاذ مشارك بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار، وهو كلية الإعلام بتونس، يعني هكذا تسمى معهد الصحافة وعلوم الأخبار والأخبار. ويعني إذن قلت المداخلة تتعلق بأدوار الصحافة في مستوى التغطية الإخبارية لجائحة الكوفيد 19 والصحافة العلمية تخصيصاً. أريد أولاً أن أقوم بتمييز بين ما يسمى، ممكن أن نسميه الإعلام العلمي من جهة أولى، والصحافة العلمية، لأنه دائماً لا نميز بين الصحافة والإعلام بسبب الترجمة العربية لمصطلح ميديا. مصطلح ميديا في اللاتينية وفي اللغات الأجنبية يعطي وساطة، وسيط، ولكنه ترجم للعربية بالإعلام. الإعلام تعطي باللغات التي باللغة اللاتينية تعطي information، ولهذا عادة يتم المزج بين الصحافة والإعلام، وهناك من يطلق على نفسه عندما يكون صحفي إعلامي في الحقيقة وهو لا يمارس الصحافة. المهم،
يجب التنويه إلى أن الصحافة هي جزء من الإعلام أو جزء من الميديا. هناك مؤسسات الميديا تنتج مضامين مختلفة متعددة، من ضمن هذه المضامين هناك الصحافة. فمثلاً إذا تحدثنا عن الإعلام العلمي، نجد في معناتها في الإعلام العلمي إذن يشمل كل ما تنتجه مؤسسات إعلامية، قنوات تلفزيونية إذاعية، صحف مكتوبة إلكترونية، وحتى وكالة أنباء، من مضامين عندها علاقة بالعلم. في بعض الأحيان هذه المضامين ليست لها علاقة مباشرة بمضامين تحريرية إديتوريال، يعني نيوز. مثلا نعطيك مثال، يعني بعض البرامج، هذا جوني بيل مثلا عنده برنامج في البي بي سي، برنامج ليس برنامج صحفي لكن برنامج ترفيهي عن العلم، هذا برنامج نجوم العلوم مثلا. وهناك يعني تجارب اخرى في الاعلام الاوروبي والاعلام الامريكي، مثلا ناشونال جيوغرافي، فيها الكثير من البرامج العلميه، لكنها ليست بالضروره برامج صحفيه، يمكن ان تكون برامج توثيقيه. مثلا هذا في القناه الثالثه الفرنسيه، هناك برنامج له تاريخ طويل في مساله التبسيط العلمي ومساله اتاحه المعارف العلميه، اسمه لو موند دو جامي، عالم جامي، وهو ليس يعني ليس لا يقدم محتوى مضمون او محتوى صحفي. وبالتالي يعني اردت ان اشير الى هذه المساله، هي مساله هامه جدا. يعني انا لن اتحدث عن الاعلام العلمي، ساتحدث عن الصحافه العلميه، يعني الاخبار او الماده الاخباريه ذات العلاقه بالعلم. اذا الصحافه العلميه مكون، الصحافه هي مكون من مكونات الاعلام بشكل عام، الصحافه العلميه مكون من مكونات الاعلام العلمي. وبالمناسبه هنا ترون مثلا هناك منظمه عالميه لل الساين جورناليست، يعني الصحفيون او تجمع الصحفيين المتخصصين في الصحافه العلميه، ويسمون هكذا الساينس جورناليست، بمعنى انهم ينتجون مضامين اخباريه عندها علاقه بالعلم. هذا التمييز يعني بالنسبه لي هو تمييز اساسي، لانه كما قلت في العالم العربي كلمه اعلامي يعني هي سله هكذا واسعه يحشر فيها كل شيء. إذن الصحافة العلمية نوع من الصحافة المتخصصة، على غرار الصحافة الرياضية والمالية مثلا والفنية والسياسية. يعني الصحافة هناك مجالات اختصاص في الصحافة، هناك صحافات أو صحافات متخصصة. ما يميز هذه الصحافات ليس عادة الأخلاقيات الصحفية وليس التقنيات الكتابة، وإنما موضوع الاختصاص. وهذا موضوع الاختصاص عنده تأثير بطبيعة الحال على طبيعة التغطية نفسها. هذه بعض المضامين التي أعطيت بعض الأمثلة لبعض. أعتذر، أنا عندي زكام فبالتالي أتحدث بنوع من الصعوبة. سلامتك يا دكتور. شكرا. إذا الآن في كل وسائل الإعلام في العالم، يعني هناك أقسام متخصصة في الصحافة، يعني لكن هذا أقل حضور في العالم العربي للأسف. الصحافة العلمية في العالم العربي محدودة يعني لعدة أسباب. نشوف هذه دائما بعض الأمثلة من مواقع وقنوات إذاعات عالمية لها أقسام متخصصة في الأخبار العلمية في العالم العربي. لماذا الأخبار العلمية والصحافة العلمية غير متطورة؟ لسبب بسيط، وهو أن كما قلت هي صحافة متخصصة، والتخصص يحتاج إلى موارد.
وإلى كفاءات ويحتاج إلى وقت. المورد الأساسي للصحافة بشكل عام هو الوقت، لكن الوقت غير متوفر لدى أغلبية أو أغلب المؤسسات المؤسسات الصحفية والصحفيين الذين يشتغلون في العالم العربي بسبب قلة الموارد المادية. يعني عندما نطلب من صحفي أن يتخصص في موضوع ما، فهذا يحتاج منه إلى وقت لمتابعة أخبار هذا المجال ومتابعة المصادر ومتابعة المختصين والاطلاع على الوثائق إلى آخره. لكن الصحفيين عادة الذين يشتغلون في ظروف صعبة في جل دول العالم العربي لا تتوفر لديهم هذه الظروف، وبالتالي الصحافة المتخصصة هي صحافة محدودة جدا في العالم العربي، وهذا ما يفسر محدودية الصحافة العلمية في العالم العربي. هناك عدة مقالات كتبت يعني حول هذا الموضوع، حول عوائق أو الصعوبات التي تواجه ظهور صحافة علمية متطورة قادرة على إيصال الأخبار العلمية للجمهور العربي. وللأسف أيضا يعني هناك الكثير من المؤسسات الإعلامية العربية الخاصة وحتى العمومية والعامة القطاع العام لا تريد أن تستثمر في هذا النوع من المضامين، خاصة بالنسبة للإعلام الخاص يعتبر أن هذا نوع من المضامين غير مربح، ويحبذون أو يفضلون الاستثمار في المضامين الترفيهية. النقطة الثانية التي أريد أن أتعرض إليها هي خصال الصحفي المتخصص في العلم. إذا أراد صحفي ما أن يكون متخصص في الشؤون العلمية، ما هي الخصال الذي يجب أن تتوفر فيه؟ أولاً يجب أن نشير إلى أن دور الصحفي المتخصص في الشؤون العلمية وفي الأخبار العلمية أو في العلم وفي المجال العلمي هو تبسيط العلم وجعل العلم أو تحويل العلم إلى من مادة صعبة الفهم معقدة إلى مادة يمكن أن يفهمها الإنسان العادي، عبر خاصة سنرى ذلك يعني الأساليب التي يمكن أن يستخدمها الصحفي لتبسيط المادة العلمية. إذن هو دوره دور الوسيط، يلعب دور الوساطة بين الجمهور العريض وبين جمهور الباحثين وجمهور العلماء وعالم المخابر العلمية وعالم العلم المعقد. عادة نحن ننظر إلى العلم باعتباره مجموعة من الجملة من المعارف المعقدة التي تحتاج إلى مستوى علمي ومستوى تعليمي هام جدا حتى يمكن الإنسان أن يفهم هذه المعارف. إذن الصحفي المتخصص في العلم هو أولا يلعب هذا الدور الوسيط، وهو أيضا يجب أن تكون له علاقة جيدة بأوساط الباحثين بالأوساط العلمية سواء الأكاديمية وحتى غير الأكاديمية، يعني في الصناعة لأن هناك الأوساط الأكاديمية يمكن أن نجدها، الأوساط العلمية يمكن أن نجدها في الجامعة، لكن يمكن أن نجدها أيضا في الصناعة الطبية مثلا في صناعة الأدوية. الصحفي العلمي يجب أن يكون مطلع على النقاشات والجدل داخل أوساط الباحثين، يجب أن يخصص الوقت الضروري للاطلاع على تطورات المجال العلمي عبر متابعة المدونات الباحثين ومواقع الباحثين ومواقع الجامعات، أن تكون له قدرة على حضور المحاضرات العلمية والتظاهرات العلمية. كل هذا يجب أن يتوفر في الصحفي المتخصص في الصحافة العلمية. لا أريد أن أتوقف كثيرا عند هذا عند هذه النقطة، لأن أصل إلى أدوار الصحافة العلمية. وبشكل عام نعرف الصحافة باعتبارها يعني منهجية. الصحافة أولا هي منهجية قبل أن تكون أي شيء آخر، قبل أن تكون رسالة كما يقال في العالم العربي، وقبل أن تكون يعني مهنة، هي أولا منهجية يعني ميثودولوجي تتمثل يعني للبحث عن المعلومات وجمعها من المصادر المختلفة ومعالجتها بواسطة الأساليب الصحفية وتحويلها إلى أخبار. هذه هي الصحافة، تعريفها التعريف الكوني الذي نجده في كل كتب الصحافة. هي أولا الصحافة هي منهجية ميثودولوجي، الطريقة في البحث عن الأخبار
وتجميعها ومعالجتها، بحث عن المعلومات وتحويلها إلى أخبار. يجب أن نميز بين المعلومات والأخبار. المعلومات ليست الأخبار، هناك خلط في الأوساط الصحفية أحيانا بين المعلومة بين المعلومات والأخبار. المعلومات هي المادة الخام التي يتحصل عليها الصحفي، والأخبار هي المعلومات بعد أن عالجها الصحفي وبواسطة الأساليب المتعارف عليها. ولهذا دائما يجب أن نركز على شيء مهم جدا، وهو أن الصحفي ليس ناقلا للمعلومات، وليس لا يعيد كتابة مثلا البيانات الصحفية. أن نعيد نشر، أنا كنت الآن في حوار مع أحد رؤساء التحرير، كنت ألومه على خبر صدر في موقعه وهو استعادة كاملة لبيان صحفي. هذه ليست الصحافة. يعني عندما تستعيد مادة جاهزة جاءتك من عن طريق قسم علاقات عامة لمنظمة، ما هذه ليست الصحافة. أدوار الصحافة هي إذن حسب اعتقادي، أنا دائما أفسر وأعرف الصحافة بهذه الطريقة، الصحافة عندها على الأقل 5 أدوار. الدور الأول هو الإخبار. هو حضرتك تقصد أنا أسف، حضرتك تقصد بالنقل اللي هو الترجمة النصية للبيان الصحفي؟ لا، النقل هو الترانسميشن، يعني النقل، أن نقلت شيئا من محمل إلى محمل آخر دون معالجة. يعني أعيد نشر مثلا بيان صحفي. البيانات الصحفية بتبقى إنجليش فإحنا بنترجمها للعربي أو حتى بالعربية. يعني هناك منظمة ما مثلا حزب معين، وزارة معينة، نشرت بيانا صحفيا تقول فيه كذا وكذا وكذا، يكتفي الصحفي بإعادة نقل هذا البيان، أو تصريح صحفي يعيد نقل يعني أنا أسمي هذه الصحافة الناقلة، يعني التي تكتفي بنقل البيانات التي تصلها وبنقل المعلومات التي تصلها دون معالجة. الصحافة بالمناسبة، الصحافة في العالم العربي الأكثر انتشاراً، أو الأسلوب أو النوع الصحفي الأكثر انتشاراً في العالم العربي هو الصحافة الناقلة التي تكتفي بإعادة نقل التصريحات، تسمى بالإنجليزية he said she said journalism، يعني إعادة قال أكد. عندما تطلعين على مقال تجدين يتكون من 5 فقرات وكلها تبدأ بقال أكد صرح وأضاف. هذه هذا أنا نسميها المستوى الأول، يعني يعني المينيماليزم، يعني المستوى الأدنى من الصحافة. وعادة الصحفيون ليس بسبب ممكن خلل فيهم، لكن بسبب الظروف التي يعملون فيها، ظروف سياسية، ظروف مهنية مؤسساتية تجعلهم يكتفون بالحد الأدنى من الصحافة، هو النقل. الأدوار الصحافة لا تقف في مستوى النقل. بالمناسبة هذا موضوع كبير، ويمكن أن نفسره بالسياقات السياسية التي تشكلت فيها الصحافة في العالم العربي. إلى الآن هناك دول، هناك سياقات سياسية سلطوية، الآن الصحفي ليس له من دور سوى أن يكون ناقلا للتصريحات، لأنه إذا تجاوز مستوى النقل فإن هذا يصبح مزعجاً للسلطة السياسية، فيطلب منه فقط أن يكون ناقلاً، أن يكون بطريقة أخرى بوقاً فقط، يعيد يضخم، يعني يقول يعطي وزير تصريح في مكان ما، يقوم الصحفي بإعادة نشره فقط. يعني هذا الدور، هذا موضوع آخر يمكن أنا كتبت فيه. يعني إذن أدوار الصحافة هي الأخبار كما سأفسر ذلك عن طريق أمثلة، التفسير ما يسمى الإكسبلاناتوري ريبورتينج أو جورناليزم. هناك جائزة في بوليتزر، تعرف هناك جائزة الصحافة الأمريكية بوليتزر، وهناك فئة من الجوائز تسمى فئة الصحافة التفسيرية. ما معنى الصحافة التفسيرية؟ هي الصحافة التي تأخذ قضية ما وتفسرها، يعني الصحفي يصبح هنا خبير، يفسر ظاهرة ما، يفسر موضوعا ما، لا يكتفي بإعادة كما قلت نقل التصريحات. ثم إضافة إلى هناك إذن الإخبار، من ماذا متى أين، يعني نحن نتحدث عن الأسئلة 5 والأسئلة 6، من ماذا متى أين كيف ولماذا، من ماذا متى أين هو الصحافة الخبرية.
التي تقول ماذا حدث، من شارك في الحدث، أين ومتى. لكن الصحافة التفسيرية صحافة تفسر، تقول كيف وقع هذا الحدث، يعني تفسر الطابع المعقد والطابع المركب لظاهرة ما، لأن هناك ظواهر مركبة وظواهر معقدة. مثلا يأتي صحفي ما ويعطينا تفسيرا، مقالا تفسيريا، سأعود عنده اسم تقني اسمه The Explainer، يقول ما معنى الموجة الثانية للكوفيد 19. في هذه الحالة ما يسمى الموجة الثانية، تعرف هناك حديث عن الموجة الثانية التي هي ممكن بصدد الوقوع الآن، يعني يفسرها ليس بإعادة نقل تصريحات، لكن عن طريق هو يصبح منتج للمعرفة، هو يفسر للناس. هناك باحثون علماء خبراء يتحدثون عن الموجة الأولى، الموجة الثانية، هل ستعود كوفيد 19 أقوى مما كانت عليه. هو يأخذ كل هذه المعلومات، كل هذه المعارف، ويقدمها بطريقة مبسطة. إذن هو يقوم بدور التفسير. ثم هناك التحليل، والتحليل ليس التفسير. التحليل هو أن يفهم الصحفي دلالات، يعني مثلا يمكن أن يعطينا الصحفي تحليلا لماذا مثلا بوتين هو الذي أعلن عن اللقاح الروسي، ويفهم هذا في إطار السياق السياسي الروسي مثلا. ثم هناك التحري، الفاكت تشيكينج أو الفيريفيكيشن، بمعنى أن الصحفي لا يكتفي بنقل المعلومات ونقل الأخبار، بل هو يتحرى فيها، يتحرى في أصالة هذه الأخبار وفي أصالة الوقائع، وسأعطي أمثلة على كل هذا. ثم أخيرا الاستقصاء، investigative journalism، الصحافة الاستقصائية، يعني مثلا يقوم صحفي ما باستقصاء حول مثلا الدولة وزعت بمناسبة جائحة الكوفيد 19 إعانات ومساعدات لبعض القطاعات السياحة إلى آخره. هو يتحرى في هذه السياسة، يتحرى في هذه المساعدات، في هذه الإعانات، لمن ذهبت إلى آخره. هذا ما يسمى الصحافة الاستقصائية. احنا للأسف الصحافة المنتشرة في العالم العربي حتى في الكوفيد 19 هي الصحافة الإخبارية فقط، ونجد يعني مكانة الصحافة التفسيرية والتحليلية وصحافة التحرير والاستقصائية صحافة محدودة جدا. في وقت الأزمات، والكوفيد 19 هو مثال لأزمة يعني كبيرة وعميقة، هي كورونا هي أزمة الأزمات، لأنها أزمة متعددة الأزمات، هي أزمة متعددة الأزمات، أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة صحية وأزمة اجتماعية، هي خليط مكثف من كل الأزمات. في سياق الأزمة الصحافة تلعب دور مهم جدا، يتمثل حسب رأيي وحسب ما اطلعت عليه من أدبيات في هذا المجال إلى ثلاث وظائف. عن الوظيفة الإخبارية التفسيرية أولا، ثم الوظيفة العملية، بمعنى أن الوظيفة الإخبارية التفسيرية تحدثت عنها، يعني أن تكون الصحافة قادرة على مد المواطنين والجمهور العريض بالأخبار حول الأزمة، حول الكورونا، حول المرض، حول الأدوية، حول اللقاحات، حول سياسة الدولة، حول الأخبار القطاع الصحي، حول تطور المرض إلى آخره. ثم تفسر كل هذا، لا تكتفي بنقل هذه الأخبار، تفسرها. ثم الوظيفة الثانية هي الوظيفة العملية، بمعنى أنها يمكن أن تقدم مساعدات للناس من عمليا، يعني في بعض الأحيان الصحافة الأوروبية كانت أو الصحافة الأمريكية وحتى الصحافة العربية لعبت هذا الدور، أين نجد الكمامات مثلا، أين نجد كذا، يعني لها دور عملي، خاصة أيام في سياق الحجر الصحي، يعني الناس كانوا يحتاجون إلى معلومات عندها علاقة بحياتهم اليومية. ثم الوظيفة النقدية، وهذه للأسف غير ممكنة دائما في كل السياقات العربية، بمعنى أن أن الصحافة لا تكتفي هي ليست صوت الحكومة، ولا تكتفي بنقل
أخبار الحكومة وأخبار الوزارات وأخبار للأسف في تونس مثلا رغم أن لنا معنى يعني سياق الحريات الإعلامية كبير جدا في تونس، تعلمون أن تونس هي المصنفة أولى عربيا في مستوى الحريات الصحفية في التقرير العالمي للحريات الصحفية الذي تصدره منظمة الصحفيون بلا حدود، والحريات الصحفية حقيقية في تونس يعني على الأقل نظريا يعني، لكن رغم هذا للأسف في بعض الأحيان الصحفيون يكتفون بدور يعني بإعادة نقل أخبار وزارة الصحة دون التحري فيها دون معالجتها بطريقة نقدية. بالنسبة للوظيفة التفسيرية تلاحظون هنا بعض الأمثلة، الآن الصحافة العالمية كل الصحافة الأوروبية والصحافة الأمريكية كلها لمن يريد أن يتأكد ذلك يمكن أن نشتغل الآن على يعني أعطي أمثلة لكن هي موجودة الآن، أصبح هناك نوع صحفي أساسي في كل المواقع الإخبارية الأوروبية والأمريكية ما يسمى الإكسبلينرز التفسيريات. الصحافة التفسيرية هي بعد أساسي من الصحافة الآن، لكن يعني للأسف قلت هذا غير متطور في العالم العربي. مثلا شوفوا هذا في البي بي سي، هذا يعني يعني تقرير حول ما هي يعني قواعد السفر في الولايات في بريطانيا، هذا تقرير صدر يوم 7/6/2020. يعني هذه انواع من الـ يعني المقالات التي تقوم بدور التفسير. هذا موقع معروف عالمي اسمه The Conversation، له ايضا يعني قسم تفسيريات، What exactly is coronavirus؟ هذا مقال تفسيري ويدرج تحت خانة الإكسبلينر. هذا موقع إخباري اسمه Science News for Students أيضا نشر نفس المقال حول ما هي الكورونافيروس. هذا مقال إكسبلينر أيضا من الجارديان حول ما هي الماسك التي أكثر فعالية ضد الكورونا فيروس. هذه كلها أمثلة، لا أدري إذا كان سأغير الدقيقة، فقط أريد أن أعطي بعض الأمثلة من الإنترنت. تفضل دكتور، نحن معنا 15 دقيقة. إذن يجب أن أتقدم أكثر في الـ ممكن إذا بقي لي وقت سأعطي بعض الأمثلة من الإنترنت حول الوظيفة التفسيرية. تشاهدون دائما يمكن مشاهدة أيضا الأمثلة لك في روابط في إيميل لسنرفقه. نعم. الوظيفة الثانية التي تقوم بها الصحافة العلمية في سياق الكورونا فيروس أو كوفيد 19 هي التحري أو ما يسمى الفاكت شيكينج. تعرفون صحافة الفاكت شيكينج هي صحافة متطورة الآن وأصبحت تدرس. أنا أدرس في كلية الإعلام في تونس، أنا أدرس مادة جديدة تم استحداثها هذه السنة، هي مادة هل تشاهدون البرزنتيشن؟ نعم دكتور، نعم واضحة. أوكي ممتاز. أنا أدرس الآن في معهد الصحافة، هذه مادة جديدة تم إدراجها هذه السنة، مادة الفاكت شيكينج، وسترون هذه نوع جديد أيضا من الصحافة متطور جدا في كل وحتى في بعض الدول العالم العربي يعني لكن بشكل محدود. الكورونا الكورونا فيروس أو الكورونا فيروس أدت إلى ما يسمى إضافة إلى الجائحة الصحية هناك جائحة إخبارية إنفوديميك، بمعنى أن الكورونا فيروس ارتبطت أيضا بموجة كبيرة جدا
من الأخبار الزائفة ومن الأخبار الكاذبة ومن التضليل الأخباري وما يسمى الـ disinformation. حتى أن هناك الآن اختصاص جديد يسمى infodemiology، يعني ليس epidemiology، يعني علم الوباء أو معالجة الوباء، لكن العلم الذي يدرس الوباء الأخباري أو انتشار الأخبار الكاذبة. والأخبار الكاذبة أعتقد أنكم سمعتم بهذه الظاهرة الفيك نيوز، هي يعني بلغت مستوى يعني كبير جدا وضخم جدا في أثناء أزمة الكوفيد 19 والكورونا فيروس، حتى أن كما قلت المنظمات الدولية أطلقت عليها، وخاصة منظمات الصحة العالمية أطلقت عليها مصطلح الانفوديميك، يعني الجائحة الإخبارية، ونتائجها على المجتمعات هي يعني أخطر أو في المستوى ذاته لنتائج الجائحة نفسها، يعني على مستوى صحة الناس. لماذا؟ لأنها تخلق حالة من الهلع والاضطراب في المجتمع، تؤدي إلى حالة عدم ثقة في السلطات العلمية وفي المصادر العلمية وفي وزارة الصحة وفيما تقول وزارة الصحة، وتؤدي إلى مثلا إلى الاعتقاد في علاجات غير صحيحة. مثلا عندما بدأت موجة الجائحة الكورونا فيروس، كان هناك اعتقاد في أن الماء الساخن عندما يخلط بالليمون والثوم يمكن أن يكون له تأثير جيد على صحة الناس. في أوروبا كان هناك اعتقاد في بداية الجائحة أن شبكات الاتصال من الجيل الخامس الجي 5 كان يمكن أن تنقل المرض، وهذا بطبيعة الحال غير صحيح. الأخبار الكاذبة والأخبار غير الصحيحة والفيك نيوز هي نوع من الأخبار صممة أو تم تصميمها لتضليل الناس، عادة إما لأسباب سياسية أو لأسباب عقائدية أحيانا دون أن ندخل في التفاصيل، أو لأسباب اقتصادية، لأن هناك من يبحث عن جمهور لموقعه. والأخبار الكاذبة عادة تعطي الانطباع بأنها صحيحة وهي في الحقيقة غير صحيحة. هذا موقع رياليتي تشيك في البي بي سي، وهو أيضا قسم متخصص في تكذيب الأخبار الزائفة. في الحقيقة الفاكت تشيكينج جورناليزم، صحافة الفاكت تشيكينج، فيها جزء متعلق بتكذيب بتحرف الأخبار الكاذبة والصور الكاذبة والفيديوهات الكاذبة التي تنتشر في منصات السوشيال ميديا الاجتماعية، لكن أيضا عنده جزء أيضا متعلق بالتحرف التصريحات السياسية، في التحرف في صدقية ما يقوله السياسيون. التحري يعني وظيفة أساسية من وظائف الصحافة، إلى حد أن مثلا مجلة دير شبيغل الألمانية، من أهم المجلات في العالم، عندها تقريبا 70 صحفي يشتغلون فقط. يعني هذا الرقم يمكن أن يكون رقم يعني غريب بالنظر إلى الظروف التي يشتغل فيها الصحفيون في بعض الأحيان. إحنا عندنا بعض المؤسسات الصحفية في تونس فيها 10 صحفيين. في مجلة دير شبيغل هناك 70 صحفي يشتغلون فقط في التحري في الأخبار التي يكتبها الصحفيون الذين يشتغلون في المجلة. لا أدري أن يعني الرقم كان واضح أم لا. يعني دير شبيغل فيها مئات الصحفيين يشتغلون لإنتاج الأخبار، وهناك فريق يحقق في الأخبار التي يكتبها أو التي يكتبها الصحفيون. هذا يسمى التدقيق الداخلي. لماذا؟ لأن قيمة الصحافة في صدقية وفي أصالة المعلومات. إذن هناك التحري الداخلي الذي يقوم به الصحفيون داخل المؤسسة الإعلامية قبل أن تنشر الأخبار، والتحري الخارجي عندما يتحرى الصحفيون في الأخبار الكاذبة، كما يعني سأعطي بعض الأمثلة الآن، مثال هذا البي بي سي، لكن سأعطي أمثلة أخرى. ثم هناك للإعلام فقط ولمن يتابعنا إذا أراد أن يتابع هذا الموضوع، هناك شبكة دولية للصحافة، صحافة التحري، يطلق عليها الانترناشنال فاكت تشيكينج نتورك، وهي تجمع مئات الصحافيين في العالم، وشعار فاكتس ماتر، يعني
الوقائع هامة جدا، وتعقد مؤتمر دولي كل سنة، وعندهم أيضا حتى ميثاق، يعني ميثاق أخلاقي، لا أريد أن أدخل هنا في التفاصيل. صحافة التحري هذه تنضوي تحت مؤسسة أمريكية اسمها The Pointer، وهو معهد متخصص في، وهو مثل معهد الجزيرة الإعلام إذا أردنا، يعني هو معهد الجزيرة الإعلام الأمريكي إذا أردنا. فالبوينتر هذا بمناسبة جائحة الكورونا جمع، أنشأ منصة عالمية تتكون من أكثر من 6000 صحفي فاكت، يعني أكثر من، يعني فيه من 70 دولة، أعتذر 70 دولة بأربعين لغة، منصة تعاونية دولية أطلق عليها The Coronavirus Facts Alliance، وهي يعني جمعت تجمع بين يعني عدة مواقع متخصصة في متخصصة في صحافة التحري. يعني أريد أن أريكم الموقع، ثم من التقارير التي تم إصدارها في هذه المنصة، بعد أن جمعت أكثر من 5000 تقرير حول الكورونا فيروس، أريد أن أريكم الموقع، هذا هو النوفو بارتاج. دقيقة، لا أدري أن تشاهدون الموقع أم لا؟ واضح. هذا بالنسبة لمن يريد أن يتابع صحافة التحري فيما يتعلق بالكورونا فيروس، هذا أهم منصة، لأن فيها يعني أكثر دولة بأربعين لغة تنشر تقارير حول كل ما يتعلق ب الكورونا فيروس، تقارير تحرية، تقارير تتعلق بصحافة التحرية. مثلا لو أخذ مثال هنا، مثلا تعرفون من الأخبار التي انتشرت، الأخبار الزائفة التي انتشرت حول الكورونا فيروس، هو أن الثوم له تأثير، أنا يمكن أن يكون علاج، فيمكن أن أتحصل عن كل التقارير التي يعني التي نشرت حول تكذيب هذا العلاج. مثلا اكتب هنا جارليك، وهو سيعطيني كل التقارير التي صدرت في العالم والتي فيها تحري حول، شوف هنا انتم تشاهدون المواقع هذه، الروابط صحيح نراها واضحة. أوكي، هذه كلها تقارير حول نقصات العالم تكذب مسألة الكيور، يعني أن الإنسان يستخدم هذا العلاج اللي فيه الليمون والبصل والجارليك إلى آخره. هذه كلها تقارير، وهي مهمة جدا للصحفيين لمتابعة الأخبار الكاذبة التي تنتشر في العالم. سأعود إلى البرزنتيشن. يعني أنا فعلياً مزعجة جداً، يعني أخشى أن أقول أن معنا 5 دقائق، وأيضاً كنا نريد أن نخصص بعض الوقت للأسئلة. ربما سأحاول أن أتقدم بسرعة. ربما شيء للختام لو سمح الدكتور، مع اعتبار الشديد على ضيق الوقت. أنا كان اعتقادي أنا عندي 35 دقيقة. صحيح، تفضل. أريد أن أتعرض إلى خبر انتشر، يعني مثال للصحافة العلمية التي تقوم بالتحري. في الأسابيع الأولى من أزمة الكورونا فيروس، انتشر خبر في تونس يقول أن هناك طبيب تونسي مستقر في ألمانيا اسمه رضوان كمون اكتشف علاجا للكورونا فيروس، وانتشر هذا الخبر بشكل كبير جدا في تونس، ممكن حتى في الإعلام العالمي،
وقامت بعض شوفوا مثلا يعني ثم تطور الخبر وهذا الخبر الكاذب وتحول وإلى أن يعني السلطات الألمانية هي في اتصال بهذا الطبيب التونسي وتلاحظون هنا يعني وجدت السلطات الألمانية نفسها ألمانيا وجدت نفسها مجبرة على تكذيب هذا الخبر. مثلا تقرؤون هذا الخبر في سكاي نيوز رسميا ألمانيا ترد على لقاح كورونا فيروس وطبيب تونسي دكتور كامين طبيب تونسي ولقاح كورونا يوريتان ميركل. يعني وقامت بعض المواقع العالمية مثل دوتشي فيلي ويعني ب يعني إصدار تقارير للتحري في هذا الخبر ولا أريد أن أدخل هنا في هذه التفاصيل. هذا مثال مهم جدا. لماذا؟ لأن بعض الصحفيين وقعوا في شراك هذا الخبر الكاذب لأنهم لم تكن لهم القدرة على القدرة على التحري في خبرة هذا الطبيب وفي كفاءاته الحقيقية وحتى في وجوده الحقيقي. النقطة قبل الأخيرة ممكن التي أريد أن أتعرض إليه هي مسألة إضافة إلى كما قلت وظائف الصحافة العلمية في سياق جائحة الكورونا إضافة إلى التفسير والتحري. يعني مسألة المصادر والمصادر مهمة جدا ونحن نقول دائما قيمة الصحفي في قيمة مصادرنا. يعني الصحفي لا يقوم بعمل أدبي أو عمل شعري أو عمل تحليلي فقط ويحتاج إلى المصادر، وهنا قائمة في المصادر التي يحتاجها الصحفي لمتابعة هذه الجائحة و يعني حتى يكون حقيقة ما يكتبه هو كتابة يعني متخصصة. هناك مواقع منظمة الصحة العالمية، مواقع وزارات الصحة، أيضا مواقع لمؤسسات علمية. تعرفوا هناك جامعة جون هوبكنز كانت أحدثت موقع خاص بمتابعة كل أخبار الكورونا فيروس في فرنسا وفي الدول التي ناطقة باللغة الفرنسية. هناك يعني مؤسسة علمية معروفة اسمها انستيتيو باستور وهي تصدر يعني معلومات وأخبار وتقارير ودراسات يومية حول الكورونا فيروس. في بريطانيا هناك الناشنال انستيتيوت اوف هيلث يعني يصدر أخبار يومية حول ال يعني ال الجائحة. وهذه أيضا بعض المصادر الأخرى من العالم العربي. ثم هناك أيضا المجلات العلمية، ومتابعة المجلات العلمية لها أهمية يعني بالغة. ومجلة The Lancet كان لها دور كبير، أصدرت جزء كبير من الدراسات المتعلقة بجائحة الكورونا فيروس صدر في هذه المجلة. لا أدري إن سمعتم يعني الدكتور هذا الفرنسي يعني الذي يعني كان له دور كبير يعني في الحديث عن علاجات الكورونا. أخيرا يعني في مستوى المنهجيات يجب أن نهتم جدا بما يصدر في مواقع الشبكات الاجتماعية حتى لا يعيد الصحفي نشر الأخبار الكاذبة، وهذا ممكن سأعود إليه في مستوى النقاش. خلاصة القول حتى لا أطيل، أعتقد أنه يجب التركيز على ثلاثة أو أربعة أفكار أساسية أردت أن أؤكد عليها. أولاً، وظيفة الصحافة لا تقتصر فقط على وظيفة نقل الأخبار من المصادر. الصحفي ليس فقط ناقلاً للأخبار، بل هو أكثر من ناقل الأخبار. هو يقوم بالتفسير، يقوم بالتحليل، يقوم بالتحري، يقوم بالاستقصاء أحياناً. هذه النقطة هامة جداً. النقطة الثانية هي الوظيفة التفسيرية. الوظيفة التفسيرية كما قلت مهمة جدا، وهناك نوع جديد من الصحافة للأسف غير منتشر بشكل كبير في العالم العربي، هو صحافة التفسير أو صحافة التفسيريات، والتي يقوم بها الصحفي بتفسير
وتبسيط الظواهر المعقدة. الوظيفة الثانية هي وظيفة التحري. والنقطة الثالثة التي أردت أن أركز عليها لكن لم يكن عندي الوقت الكافي هو مسألة المصادر الصحفي، قيمته في المصادر. والصحفي إذا لم تكن له شبكة مصادر متطورة فهو يكتفي كما قلت بإعادة نقل البيانات الصحفية ونقل ما يأتيه من معلومات. وشكرا وأنتظر التفاعل حتى أتمكن من إضافة بعض المعلومات التي لم أنجح في تقديمها في المحاضرة. نجاح الدكتور، مشكلة وخلل الوقت يعني هو تراكم من جلسات أخرى، ولكن يعني عذرا أعتذر لك بشكل شخصي، ولكن يمكن اعتبار أن هذه مجرد بداية. معنا المشاركين هنا، معنا إيميلاتهم، ممكن أن أيضا نحضر لجلسة أخرى طبعا، ونفرد مساحة خاصة للمصادر لأنك لم كما قلت لم تأخذ الوقت الكافي لمعالجتها. أول سؤال الزملاء هنا، هل من سؤال توجهونه للدكتور صادق؟ أستاذ أريد أن أطرح سؤال. دكتور الحمامي، شكرا على هذه المعلومات القيمة وحديثك عن الصحافة العلمية وغيابها في العالم العربي. سؤالي دكتور، بالنسبة اللي دائما نلوم المؤسسات الإعلامية لعدم انفتاحها على تخصصات وأشكال صحفية عديدة تساير متغيرات العصر الرقمي ومتطلبات العصر حاليا، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، بنظري من خلال تجربتك الشخصية والمهنية، هل تساير مؤسسات ومعاهد التدريب الإعلامي والتكوين الإعلامي في العالم العربي متغيرات العصر الرقمي والمتطلبات الحالية؟ هل يتعين على مؤسسات التدريب الإعلامي انفتاح لمساقات وتخصصات جديدة لكي تمد سوق الشغل بكوادر وكفاءات لها دراية بهذه المواضيع وقادرة على التميز ومواكبة المستجدة؟ شكرا جزيلا. والله أنا بكل صراحة أعتقد أنه يعني ما يسمى منظومات التكوين أو التدريب الأكاديمي والتكوين الأكاديمي في الصحافة للأسف لا تتفاعل مع مستجدات المهنة في العالم. أنا يعني مثلا فيما يتعلق بمسألة التفسير، يعني أعتقد أنه يعني في مستوى الأنواع الصحفية والأشكال الصحفية يعني لا نزال ندرس الأنواع الصحفية والأشكال الصحفية والأجناس الصحفية القديمة التي تشكلت في النصف الأول من القرن العشرين. يعني مثلا مسألة كما قلت الصحافة التفسيرية لا تدرس بشكل كبير في العالم العربي أو لا تدرس أصلا. الصحافة التحري أيضا، fact checking journalism، يعني الذي هو الآن يعني مبتكر صحفي جديد مهم جدا في العالم، لا تقريبا لا يدرس. المشكلة أيضا في المؤسسات الإعلامية، لأن المؤسسات الإعلامية عادة في العالم العربي لا تتوفر لديها الظروف لمتابعة المستجدات الصحفية المهنية الجديدة، وكما قلت تكتفي بالممارسة الروتينية التقليدية للصحافة. ثم هناك تأثير السياقات السياسية، السياق السياسي له تأثير كبير جدا على ممارسة الصحافة. الصحافة هي مهنة من أكثر المهن، أكثر من الطب، أكثر من المحاماة، أكثر من كل المهن الأخرى التي تتأثر بالسياق السياسي. كلما كان السياق السياسي لا تتوفر فيه حريات كلما أثر ذلك بطريقة مباشرة على ممارسة الصحافة، وتتحول الصحافة في كثير من الدول العربية إلى صحافة ناقلة، إلى صحافة تنقل، تكتفي بنقل أحداث الحياة السياسية وتصريحات السياسيين ولا تتجاوز ذلك إلى التفسير وإلى التحقيق وإلى التحري وإلى الاستقصاء. فبالتالي هناك علاقة تلازمية وسببية بين الصحافة والسياسة. شوف بالنسبة للأخي محمد، شوف في نظرية الصحافة نقول دائما يعني ما هي مصادر تطور الصحافة؟ كيف تظهر
يعني أشكال أو أجناس صحفية جديدة وأساليب جديدة صحفية. من يطور الصحافة؟ في الحقيقة الذي يطور الصحافة ليس المؤسسات الأكاديمية، الذي يطور الصحافة هو الصحافة نفسها. يعني عند لو أعود مثلا إلى الصحافة الاستقصائية investigative journalism، كيف ظهرت الصحافة الاستقصائية؟ الصحافة الاستقصائية لم تظهر في مؤسسة أكاديمية في أمريكا، ظهرت عندما قام الصحفيين من واشنطن بوست بتحقيق صحفي حول الرئيس الأمريكي نيكسون، ومنذ ذلك الوقت تطورت الصحافة وظهرت الصحافة الاستقصائية. والمعارف الصحفية والأساليب الصحفية الجديدة تنتشر عبر المحاكاة. المشكل، وسأكون صريح هنا، أن على الأقل ما أراه في تونس وفي دول المغرب العربي، مشكلة اللغة وانقطاع جزء من الصحفيين عن اللغات الفرنسية والإسبانية يجعل أن الصحفيون لا يتابعون مستجدات الصحافة، مبتكرات الصحافة، ما يستجد في عالم التقنية الصحفية وفي عالم الأسلوب الصحفي. ولهذا نرى الأساليب تتكرر، وهنا تكرار نفس الأساليب والأنماط القديمة. وهذا دعوتي أنا لمن يريد أن يتابع مستجدات الصحافة العالمية، هناك يعني يجب أن يتابع وسائل الإعلام العالمية في الولايات المتحدة، في أوروبا، ويرى كيف يبتكر الصحفيون أساليب جديدة. للأسف احنا في العالم العربي الصحفيون يعني منشغلون عادة في الروتين اليومي، ولا يعطونا الوقت الكافي لمتابعة مثل هذه المحاضرات مثلا، ومتابعة مستجدات المهنة بشكل عام. سنختم لو سمحت لي مع السؤال الأخير مع السيد سيد، لم أخطئ باللفظ، لو سمحت سيد، سؤال سريع وإجابة مختصرة ليس أكثر من دقيقتين قبل أن نختم، تفضل سيد. شكرا بالكامل. شكرا دكتور صادق. بداية معلوم أنه يصعب على الطبيب المتخصص أن يواكب تخصصه، فما بالك بالصحفي في الصحافة العلمية. في العالم العربي لدينا ضعف، هناك ضعف التأطير، ضعف التكوين. في نظرك من خلال تجربتك، ما هي أولويات التي ينبغي أن يستحضر الصحفي ليشق مسار الصحافة العلمية؟ شكرا. شكرا على السعيد، شكرا على السؤال. سعيد هكذا؟ سعيد. سعيد وليس سيد. سعيد. سعيد شوف. لا بشحة في الأسماء. في الأسماء. شوف أخي سعيد، أنا اعتقادي أن الـ يعني الشرط الأول للتخصص للصحافة العلمية، للنجاح في الصحافة العلمية كما هو الشأن بالنسبة للصحافة الرياضية أو الصحافة المالية أو الصحافة الاقتصادية أو الصحافة الثقافية، الشرط الأول هو التخصص. هو التخصص، أن يكون الصحفي حقيقة يعني يوظف كل موارده من وقت ومن إمكانيات للتخصص في موضوع معين، ومتابعة المصادر ومتابعة الأوساط العلمية والانشغال بهذا الأمر حتى على مستوى الشخصي، حتى إذا لم تتوفر لديه الظروف داخل المؤسسة الصحفية. ثم أيضا الصحافة العلمية تقتضي اللغات، أن يكون الإنسان يعني متضلع باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية لمتابعة الأخبار العالم. هناك مجلات علمية تنشر أخبار، نحن لا ننتظر حتى تترجم هذه المقالات حتى نتحدث عنها. إذا كنت أنت تجيد اللغة الإنجليزية فبإمكانك أن تصل مباشرة إلى المصادر الأولية والمصادر الأساسية في فرنسا وفي بريطانيا، وأن تطلع على مجلة The Lancet التي مثلا التي كنت تحدثت عنها، والتي تنشر الدراسات العلمية الجديدة. فبالتالي شوفوا الصحافة فيها يعني حتى يعني ما أسميه أنا التميز المهني، فيه يعني شروط مؤسسية يجب أن توفرها المؤسسة،
شروط مهنية يجب أن توفرها المؤسسة عند يعني راتب جيد، ظروف عمل جيدة، مكتب جيد، تكنولوجيا، أشخاص يساعدون، كفاءات تساعد الصحفي إذا أراد أن يشتغل حول موضوع معين أن توفر له المؤسسة الوقت. لكن أيضا هناك شروط ذاتية، إذا كان الصحفي يعني لا تتوفر لديه المعرفة باللغات، لا تتوفر لديه الشغف بالمعرفة، الانشغال حقيقة بموضوع معين، فهو لن يصبح صحفيا جيدا حتى ولو درس. أنا أدرس الصحافة منذ 25 سنة، درست في تونس لمدة يعني سنوات، منذ أنا أدرس الصحافة منذ 96 في تونس، ثم درست في الخليج، درست في الإمارات العربية المتحدة لمدة 7 سنوات حتى 2013، ثم أنجزت دورات تدريبية، عشرات الدورات التدريبية. يعني الصحافة كما أقول هي دائما يجب أن تتوفر في الصحفي الناجح ثلاثة شروط. أولا الأخلاقيات الصحفية، لأن الصحافة بلا أخلاق لا قيمة لها، بلا أخلاقيات. ثانيا التقنية والمهارة التقنية في مستوى الكتابة، في مستوى كتابة العناوين، أن يعرف الصحفي يميز بين ما هو بين التحقيق والاستقصاء، بين أن يكون مدركا لتقنيات الحوار الصحفي، لتقنيات كتابة الخبر. ثم إضافة إلى الأمور التقنية والأمور الأخلاقية، هناك الأمور المعرفية، يعني أن يكون متخصصا في مجاله، سواء كانت كرة القدم أو الفن أو الثقافة أو الرياضة، وهذا يأتي بسبب الشغف الشخصي تماما كما هو الأمر في كل المجالات. هناك التميز المهني يأتي بدوافع أيضا بدوافع ذاتية وليس فقط بدوافع موضوعية. يمكن لصحفي أن يكون يعني يعرف التقنيات الصحفية لكنه ليس له شغف بالمهنة وليس له قدرة على أن يكون حقيقة كما قلت شغوف بالمهنة ومتابع لها ومتابع مستجداتها على مستوى المحلي وعلى مستوى العالمي. وأريد أن أشير أخيرا إلى نقطة أساسية كما قلت، وهذه خلاصة تجربتي في تونس منذ الثورة على الأقل، وهو أن السياق السياسي له تأثير كبير جدا. كلما أتيحت للصحفي حريات كلما كان ذلك من شروط تميزه وتألقه المهني. دكتور صادق، يعني نتمنى لك السلامة، ما شاء الله عنك رغم يعني العارض الصحي، ولكن طاقتك وجهدك في تقديم هذه المادة مقدر جدا. أعتذر على الإطالة للزملاء وأيضا للدكتور يعني بهذا الخلل في التوقيت. أود من القلب شكر كل فرد شارك هنا، أعذرونا يعني لو لم نفتح لكم المجال الكافي للسؤال والنقاش، ولكن نعدكم في معهد الجزيرة أننا يعني دائما منفتحون لنشاطات، دائما يعني نحن نعقد ويبينارات وورش عمل، يمكنكم الاطلاع على مجلة الصحافة في انتظار ورشة عمل على الانفوغراف يا فاتن، هي دي لو عملتوها تبقوا يعني كده. أنا يعني أدعوكم أيضا للانضمام للتعليم الإلكتروني المتابع على معهد الجزيرة، ستجدون عدد كبير من الكورسات المجانية. الانفوغراف هو يعني قيد الإنشاء أيضا، ولكن أيضا يمكن أن نقدم موضوع الانفوغراف على شكل ويبينار. أيضا أدعوكم لمتابعة مجلة الصحافة حيث نعرض الكثير من القضايا يعني نعالجها على المستوى الفكري والعلمي. أود في الختام أن أشكركم أولا، وأن أشكر المدربين، أشكر الأستاذ عنود الزعبي، الأستاذ الحسن سكور، وأيضا الأستاذ أحمد أبو حمد، وأخيرا الدكتور صادق. نشكر شركائنا في هذا الويبينار اليونسكو ووزارة الخارجية القطرية، وتحديدا اليونسكو الزملاء سيدريك وأنيسة، يعني كنا على مدى أسبوعين أو ثلاثة حتى نحضر بشكل مكثف لنجاح يعني لضمان نجاح هذا الويبينار. أشكركم أنا أيضا بشكل شخصي، سأتواصل معكم عبر الإيميل لمزيد من يعني المواد التي نشرت هنا، وأيضا في يعني مزيد من التنسيق لأي مشاريع مستقبلية. أتمنى لكم يوم جميل ودمتم بخير دائما. إلى اللقاء. إلى اللقاء، مع السلامة. أشكرك. شكرا لك. شكرا.
مش سمه